أهلا بكم أعزائي المشاهدين. إذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه فالترحيب السعودي والعربي أمس بالوفد السوري في الاجتماع الوزاري التمهيدي لقمة جدة بعث برسائل عديدة حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، لبل أن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل الذي قاد وفد بلاده إلى السعودية تصرف كأن الحرب فعلا انتهت، داعيا الدول العربية إلى المباشرة بالاستثمار في سوريا. فيما وزير الخارجية السورية فيصل مقداد قال بعد وصوله أمس إلى الرياض: علينا النظر إلى المستقبل مع أشقائنا العرب لا إلى الماضي. صحيح أن التمهيد لعودة سوريا كان قد جرى عبر وساطات عديدة، كاد يحصل في قمة الجزائر، وصحيح أيضا أن الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في كسر المحظور والعقوبات واستقبلت الرئيس السوري بشار الأسد كواحد من كبار زوارها تماما كما فعلت سلطنة عمان، وصحيح أن مصر أوفدت وزير خارجيتها لدمشق ولعبت دورا مهما، لكن الصحيح أيضا أن الدور الذي لعبته السعودية مؤخرا في سياق تسريع إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية كان لافتا وطرح أكثر من علامة استفهام وسؤال. هل أن ولي العهد السعودي الذي تخطى الكثير من الخطوط الحمر في إصلاحاته الداخلية بما وصف بالثورة من فوق قرر استضافة الرئيس السوري بشار الأسد في سياق تحولات سياسية كبرى يقودها إقليميا وعالميا مع إيران والصين وروسيا وتركيا للمساهمة في صياغة نظام عالمي جديد؟ ما هي حقيقة الموقف الأمريكي من هذه التحولات؟ هل أمريكا راضية أو مضطرة للرضا أم أنها تنصب الفخاخ؟ هل أن الأمير يتحدى بجرأة لم يسبقه إليها أي ملك أو أمير؟ مع ما يحمله ذلك من خطر عليه ربما شخصيا وعلى دوره، أم أنه يحسب بدقة توازنات قبل وصوله إلى العرش فيتصدر قيادة عمل عربي يعيد لم الشمل ويعد بالكثير داخليا وخارجيا؟ وماذا عن سوريا؟ هل الشروط التي أخرجتها من مقعدها قد تلاشت حتى عادت بشروط صورية، أم أنها أمام امتحان الخطوة خطوة كما قال اجتماع القاهرة الأخير؟ فهذه الإمارات العربية توجه للأسد دعوة لحضور قمة المناخ الدولية، وكيف سيكون وضعها ليس فقط بعد عودتها إلى الجامعة ولكن أيضا بعد أن صبت كل التحولات التركية في صالحها؟ فهي إن فاز أردوغان أو منافسه كليتشدار أوغلو في الانتخابات المفصلية والديمقراطية والشفافة التي تخاض حاليا في تركيا ستكون أمام صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين. وأخيرا، ماذا عن لبنان؟ ما المنتظر من قمة جدة؟ وما هي حقيقة الوساطة الروسية البعيدة عن الأضواء لتمرير انتخاب سليمان فرنجية وطمأنة القلقين في لبنان من عودة سوريا ومن الاتفاق السعودي الإيراني؟ ماذا قال الروس فعليا مثلا للزعيم الاشتراكي ولجملات؟ عن كل ذلك حلقتنا الليلة، ونعيدكم بمعلومات جديدة ومهمة مع ضيوفنا من لبنان ومصر والسعودية وروسيا وتركيا. أهلا بكم إلى برنامج الرئيس. أنتهز هذه الفرصة أيضا للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية، متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبوا إليه قيادات وشعوبا. إننا ندعوكم إلى المشاركة في الاستثمار في سوريا في ظل وجود فرص هامة وآفاق واعدة وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار في قطاعات رابحة ومجدية اقتصاديا لجميع الأطراف. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وأهلا بضيوفي الكرام. أرحب هنا في الأستوديو بمعالي وزير الخارجية اللبناني السابق دكتور عدنان منصور، وكنت في طليعة من كان ينادي إلى عودة سوريا والقول إن ما حصل خطأ، ولك كتاب مهم جدا الجامعة العربية وسوريا دور باطل ومال قاتل، سنتعرض إليه في هذه الحلقة. أيضا معنا من روسيا الدبلوماسي العريق والكاتب العريق أيضا فيتسلاف ماتوزوف، وهو صديق عزيز أيضا، وأنا سعيد أن تكون معنا بعد غياب طويل سيد ماتوزوف. من السعودية الكاتب المعروف والصديق دكتور سليمان العقيلي، من مصر مدير تحرير صحيفة الأهرام الغراء الكاتب المعروف أشرف العشري، من تركيا سيكون معنا في القسم الأخير دكتور يوسف أوغلو وهو خبير سياسي واقتصادي. أهلا بكم جميعا. معالي الوزير، عنوان قاسي دور باطل ومال قاتل،
هل المال هو الذي أبعد سوريا عن الجامعة العربية؟ هو الذي لعب الدور الكبير والمؤثر. لو كان هناك من دول غير غنية أو لم تمتلك المال لما استطاعت أن تفعل ما فعلته بسوريا. كيف مثلا؟ في مثل محدد؟ في مثل محدد، دعم الفصائل عندما يصدر قرار من الجامعة العربية يوم 12/11/2011، يعني تقديم كافة وسائل الدعم للمعارضة السورية، كانت دعم مادي أو مالي أو مسلح أو غير ذلك. من الذي يستطيع أن يقدم هذا الدعم الهائل؟ كانت سابقة في تاريخ الجامعة طبعا أنه يقدم دعم، هذه سابقة كانت، يعني لأول مرة أنه الجامعة العربية بدل ما أن تكون موحدة للصفوف أن تكون الداعمة لتعطيل فتيل الحرب، كانت للأسف الشديد ضالعة في عملية ما حصل في سوريا. طيب معالي الوزير، تقول كنا نلمس بكتابك تحركات تثير علامات استفهام تديرها دولة آثرت أن تلعب دوراً أكبر من حجمها، مستفيدة من غطاء ودعم جهات إقليمية ودولية تريد تصفية حسابات قديمة مع سوريا. كنت تعني طبعاً قطر، لأنه تعود في مكان آخر تقول لقد كان الشيخ حمد بن جاسم وهو الذي أراد أن يكون رئيساً للجنة العربية لمتابعة الوضع في سوريا العقل المدبر والموجه والمحرك لما حصل. صحيح. طيب يعني شو هو الدور وهذا المسؤول؟ ما اعترف به حمد بن جاسم على شاشات التلفزة مرارا، وأنه قال طلب منا وتهاوشنا على الطريضة، يعني اعتبروا سوريا طريضة وتهاوشنا على الطريضة. طيب من طلب منه ذلك؟ هذا اعتراف من قبل وتعيينه رئيسا للجنة العربية، اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، كان هو رئيسه ومعه عدة دول، مصر، السعودية، عمان، الجزائر، وأيضا السودان، ست دول. هذه اللجنة العربية المعنية بالوضع في سوريا كانت المطبخ التي طبخت القرارات، يعني من بين. مش ممكن يكون يعني قرار إنساني أنه شافوا في ناس عم تتظاهر وناس تقتل؟ لا، بالتظاهرات مطلقا. يعني ما كان دور إنساني، كان في دور سياسي جد. كان في دور سياسي، كانت الدولة السورية كانت تقوم بعملية استيعاب للمعارضة، وعندما أرسلت البعثة بقيادة الفريق أول محمد أحمد دابي الفريق السوداني ذهب إلى سوريا وقدم تقريرا شفهيا يوم 8/1/2012، ويوم 19/1/2012 أيضا 2012 قدم تقريرا خطيا، امتعضوا داخل مجلس الجامعة العربية على اعتبار أن اعتبروا أن الفريق أول محمد دابي لم يلبي الرغبات التي يجب أن يضعها في التقرير، ووجهت الاتهامات له، ووزير خارجية السودان في ذلك الوقت كارتي وقف مدافعا عن محمد أحمد دابي وقال أن التقرير كان موضوعيا. صح. وأنا تحدثت على مع الفريق أول دابي وقال لي صراحة أنهم يريدون تقريرا كما يريدون. لماذا؟ يريدون فبركة التقرير، أنه أن يتماشى مع توجهات ما يريدونه. لماذا قال ذلك دابي؟ لأنه وضع في التقرير عندما اعتبرت الجامعة العربية أن النظام في سوريا يقوم بقتل شعبه وبإطلاق الرصاص على المظاهرات السلمية، هنا الجامعة العربية اعتبرت أنه كيف أن النظام يستخدم السلاح ضد العناصر السلمية. نعم. في ذلك الوقت تقرير الدابي يقول ولاحظ أن هناك مسلحين وفصائل مسلحة أطلقت النار على حافلات مدنية وعلى قطار محمل بالمازوت. إذن لو كانت المظاهرات سلمية فمن أين جاء هذا السلاح؟ صحيح. على كل حال حضرتك يعني كما يوسف الأحمد رحمه الله وكان مندوب سوريا أنذاك في الجامعة العربية قال بعد قرار تعليق عضويتها إن قرار التعليق لا يعني سوريا لا من قريب ولا من بعيد ولا يساوي الحبر المكتوب فيها على الورق، سوف يحاسب الذين صغوه. ونحن فهمنا كمان من كتابك معالي الوزير أنه إخراج سوريا لم يكن أو تعليق عضويتها لم يكن قانونيا أصلا، يعني وفي دراسة طبعاً كاملة حوله طبعاً. بس إذا بتسمح لي سنعود إلى ذلك وإلى الآراء اللبنانية التي هاجمتك
آنذاك حين ألقيت خطابا شهيرا في الجامعة واعتبرتك عميلا سوريا صغيرا كما وصفت. سنعود إلى ذلك. خلينا نذهب إلى فيتشسلاف ماتوزوف. مساء الخير سيد ماتوزوف، وشكرا. مساء النور. شكرا لقبولك أن تكون معنا، أنا سعيد بحضورك. دعني أسألك مباشرة، هل روسيا لعبت دورا فعليا كما يقال لتشجيع الدول العربية على إعادة سوريا إلى مقعدها والعودة العرب إلى سوريا؟ هل لعبتم دورا مثلا مع دول الخليج، مع مصر، مع دول في المغرب؟ طبعا الوزن الأساسي لتطبيع الأوضاع في سوريا خلال هذا الموسم بين سنة 1911 وحتى الآن، هذا كانت الصراع الشديد للغاية. وتقديرات الروسية من بداية الأزمة في الشرق الأوسط ليس فقط في سوريا كان واضح تماما، لدينا كانت معلومات دقيقة عن كيف كانت تحضر الولايات المتحدة الأمريكية الربيع العربي. هذا الربيع العربي الذي هو بدأت من تونس، من إسقاط نظام تونسي وبن علي، فيما بعد انتقل إلى ليبيا وإلى مصر طبعا، وفيما بعد مصر وسوريا. هذا كل أحداث هي كانت بوجهة النظر الروسية سلسلة واحدة لهدف أساسي أنه إسقاط الأنظمة العربية وإنشاء داعش كقوة المدمرة في الشرق الأوسط. هي كانت في نهاية المدعوة. طيب سيد ماتوزوف، أوكي سيد ماتوزوف، يعني هذا أوكي هذا بالنسبة أول تصريح الرسمي لدونالد ترامب كان هو قال أن داعش صناعيات إدارة الأمريكية السابقة، يعني باراك أوباما. أوكي، هذا في التاريخ. أوكي سيد ماتوزوف، إذا تسمح لي. لم تتحرك كثيرا لحتى 2013، يعني في 2013 روسيا غيرت موقفها من سوريا. أوكي. وعندما وجدنا أن هناك ليست فقط الغضب الشعبي والمظاهرات السلمية وحراك الشعبي في سوريا، أما هناك نشاط التخريبي واضح تماما مدبر من الخارج. وفي هذا الحين عندما أعطت روسيا لهذا الاستنتاج 2013 قرر أن يرسلوا يوم أولا. طيب سيد ماتوزوف، إذا بتسمح لي يا سيد ماتوزوف، أوكي بعد تسليم، إذا سمحت يبدو أن السيد ماتوزوف لا يستمع إليك. أوكي سيد ماتوزوف، هذا بالنسبة للعرض التاريخي مهم جدا وحضرتك يعني مبدع فيه، ولكن الآن أنا سؤالي، هل الآن روسيا لعبت دورا مع الدول العربية تحديدا الدول الخليجية لتشجيعها على الذهاب أكثر والانفتاح أكثر على سوريا؟ هل صحيح هذا الكلام؟ طبعا روسيا تؤيد المصالحة بين الدول الإسلامية، وروسيا كانت أول دولة اقترحت على دول الخليج مثلا منذ 15 سنة أن يجمع كل دول الخليج دول عربية وإيران لمناقشة قضايا أمن القومي وأمن الإقليمي في هذه المنطقة بحضور أعضاء دائمين لمجلس الأمن للأمم المتحدة. طيب. لكي ينهوا أي خطورات، أي تهديدات للدول بما فيها إيران ودول عربية. ولذلك عندما الصين الشعبية دخلت على حقل المعركة واستطاعت أن ينظم اللقاء الصناعي بين وزيري الخارجية إيراني والمملكة العربية السعودية، لا شك أن روسيا كانت ترحب هذه المبادرة الصينية وأوقفوا هذا شعور العداء والتصارع
وتقاتل في حقك المدمر. أوكي. طيب سيد ماتوزوف، أوكي سيد ماتوزوف، أيضا سؤال قبل أن أنتقل إلى ضيوفي في السعودية ومصر لو سمحت. في معلومات يعني منذ أمس تقول في لبنان إنه روسيا اتصلت ببعض القلقين في لبنان من عودة سوريا، وهي تشجع انتخاب سليمان فرنجية، وبعد عودة العرب إلى سوريا يعني تقول روسيا أنا الضامن. وحسب ما فهمت أنه حصلت اتصالات مباشرة مثلا مع الزعيم الاشتراكي وليد جملاط، هل لديك معلومات حول هذه القضية؟ أنا ممكن أن أقول لكم بكل صراحة مثل ما هو كان دائما يتحدث معكم، أن روسيا ليست من تقاليد الروسية التدخل وتعيين الرؤساء الدول أو أحزاب سياسية تؤيد أو لا تؤيد. يعني نحن ننطلق من ضرورة احترام السيادة الدولة اللبنانية. السيادة الدولة اللبنانية معناتها أن لا يمكن أي دولة أخرى أجنبية تتدخل لكي يوصل إلى سلطة أي شخصية، حتى إذا نحن نحب شخص فلاني أو فلاني لا يمكن، ولا ليست تقاليد الروسية. هذا بمختلف التقاليد الأمريكية الذين يعتبرون بحقهم لمصلحة الديمقراطية وحقوق الإنسان. سيد ماتوزوف، هذا معروف، هذا معروف، أوكي هذا معروف، روسيا ترفض هذا الأسلوب، هذا معروف، ولكن اسمح لي سيد ماتوزوف، كان يتصل تليفونيا مع وليد بيك جنبلات وهو الصديق الكبير لروسيا والاتحاد السوفيتي سابقا 20 سنة، كل بداية من يوم اغتيال كمال جنبلات في مارس 77 أنا كنت أتابع نشاط حزب التقدم الاشتراكي وعلاقات شخصية مميزة مع زعيم الحزب التقدم الاشتراكي وكزعيم ذلك الحين للقوة الوطنية التقدمية في لبنان. طبعا كلنا نحن كنا على علاقة جيدة وكل احترام لوليد جنبلات كزعيم الوطني. طيب ممتاز. أوكي، ولكن ماذا قلتم له؟ يعني ماذا قال له السيد بوغدانوف؟ وحسب ما فهمت أنك على علم بما قيل. أنا شخصيا أستثنى بأي تدخل من جانب أي مسؤول الروسي لدعم أي شخصية يعني personality لمرشح لمنصب الرئيس الدولة. نحن نؤيد أي خيار لازم متوفر اليوم أمام الشعب اللبناني. الشعب اللبناني لازم أن يكون خياره بدون أي تدخلات بما فيها تداخل روسيا. طيب. كما أنا سمعت أن روسيا لا يحب أن تتدخل. طيب. تؤيده. عندنا ناس نحترمه وعندنا ناس نحبهم، ولكن لا نتدخل كي إرادة الشعب اللبناني كان في أولويات السياسية في هذا البلد. طيب سيد ماتوزوف، يعني لا أريد أن أطيل عليك، ولكن هل حصل تواصل حسب ما عرفنا من وزير الخارجية ومن السيد بوغدانوف مع السيد وليد جنبلاط لطمأناته بالنسبة للموضوع السوري؟ طبعا هناك الاتفاق، وبكل احترام لوليد ديف جنبلاط، بوغدانوف أكيد أن لا يمكن أن يحترف كممثل الخاص لرئيس الدولة الروسية، وكذلك نائب وزير الخارجية لا يمكن أن بوغدانوف أن ينحرف إلى الجانب الخط العام الذي أنا تكلمت عنه. مبدأ الأساسي أن لا تتدخل. اتهامات أمريكية بالنسبة لروسيا واضحة، هم يعتبرون أن روسيا انتخبت دونالد ترامب. شعب الأمريكي. روسيا تتدخل في انتخابات في فرنسا، ولكن كل هذه الاتهامات متسيسة. ليست لدي روسيا مبادئ التي تسمح
أن يتدخل في تطورات سياسية في أي بلد من العالم، ليس في لبنان فقط. طيب سيد ماتوزوف، يعني واضح أنك اليوم شوي متحفظ دبلوماسيا ولكن لا بأس. خلينا نذهب طيب خلينا أذهب إلى الدكتور سليمان العقيلي في السعودية. مساء الخير دكتور سليمان، شكرا لحضورك معنا. السؤال المطروح حاليا يعني طبعا جرأة كبيرة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه أن تعقد هذه القمة وأن تعود سوريا إلى القمة في السعودية، لكن السؤال المطروح الليلة، هل الرئيس بشار الأسد سيكون حاضرا في القمة حسب معلوماتك؟ نعم. مساء الخير دكتور سامي، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدون والمشاهدين الأعزاء. أهلا فيك. في الواقع أنه القمة اليوم قمة تحييد المخاطر ولم الشمل، هي الحقيقة قمة سيحضرها الرئيس بشار الأسد بوفد كبير من الوزراء ووفد إعلامي كبير أيضا، وأعتقد أن سوريا ستكون يعني صوتها واضح في القمة، وستكون العودة للجامعة العربية عودة يعني لها بريقها ولها وضعها ويعني تأثيرها. وأعتقد أنه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مهتم الحقيقة بلم الشمل العربي، بتسوية أوضاع المنطقة، بإعادة هيكلة العلاقات العربية، ولا شك أنه المملكة تستقبل اليوم تنظم القمة وتستضيفها وهي عازمة على إنجاحها، خاصة أنه الجامعة العربية اليوم تواجه تحديات جديدة. صحيح دكتور سليمان. دكتور سليمان، سنتحدث عن كل هذه التحديات في الحلقة، ولكن جيد أنك يعني أخبرتنا أنه الرئيس السوري سيكون حاضرا في القمة، وحسب ما فهمت أنه في أيضا لقاء قبل القمة مع ولي العهد، وسيكون هناك استقبال رسمي له، وذهب وفد أصلا كبير سوري وصل إلى السعودية من سياسيين واقتصاديين وإعلاميين وحتى الأمن، يعني وصل في استقبال في لقاء مع الأمير محمد حسب ما فهمنا. والله أنا ما عندي دكتور سامي معلومة في هذا الموضوع، لكنه الواضح أنه سبق الرئيس السوري 3 وزراء. صحيح. وزير الاقتصاد الذي مثل سوريا في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، صح، ووزير الخارجية ووزير الإعلام الذين سيمثلون سوريا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الذي يبدأ غدا. ولكن أنا لا أستبعد الحقيقة مثل هذه الأحداث، لأنه الاحتضان السعودي لسوريا واضح، سواء كان عبر سفر وزير الخارجية ولقائه بالرئيس الأسد أو عبر توجيه الدعوة للسيد الرئيس وحضوره في القمة. أنا أعتقد أنه مثل هذه الأنباء ليست بعيدة عن الواقع ومتوقعة على كل حال. طيب ممتاز، ابقى معنا دكتور سليمان لأنه ستبقى معنا حتى نهاية هذه الحلقة لنستفيد من خبرتك ومعلوماتك وتحليلك. خليني قبل أن أسمع تعليق معالي الوزير نذهب إلى القاهرة. أستاذ أشرف العشري مدير تحرير الجريدة العظيمة الأهرام، ونحن سعداء بأن تكون معنا أيضا للمرة الأولى. أستاذ أشرف، منذ الشهر الماضي نشرت مقالا بعنوان عودة الرئيس الغائب عن مقعده 12 عاما، وتحدثت عن أن الأساس في ذلك كان الاتفاق المصري السعودي، وقلت إن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حدثك عن ضرورة عودة دمشق العربية لا دمشق الإيرانية. أولا، كيف تنظر حضرتك وكيف تنظر مصر إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وإلى قمة جدة؟ مساء الخير أستاذ سامي وضيوفك الكرام، أنا سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج الناجح. ونحن أنت صاحب الحضور في المشهد العربي الإعلامي. بكل تأكيد قبل أن نجيب على سؤالك لدي تعليقين سريعين. التعليق الأول على ضيفك سعادة الوزير في الاستوديو، أعتقد أنه تحدث عن الدول التي سعت على عزل سوريا. أنا أقول له بصفتي أنني
ظلت 20 عاما مراسلا للاهرام مراسل سياسي الاهرام في وزاره الخارجيه المصريه وفي الجماعه العربيه، وكنت مشارك وشاهد عيان للحقيقه والتاريخ على قرار الزيت تخصى في 12/11/2011 فيما يتعلق بعزل سوريا او جعل مقعد سوريا شاغرا. اعتقد ان شخصان هما اللذان بلورا هذه اللعبه فيما يتعلق بشخص او تعليق عدوات سوريا، وكنت شاهد وحصلت على كثير معلومات ومعطيات لدي وللتاريخ. واعتقد ان الجانب المصري كما ذكر وزيرك لم يكن لاعبا اساسيا في هذه القضيه، لان مصر كانت في حاله سيوله وحاله فوضى سياسيه، وكان هناك وزير خارجيه مصر اسمه نبيل العربي تم تعيينه في الجماعه العربيه، وهندس لهذا القرار شخصان هما نبيل العربي الامين عام للجماعه العربيه في ذلك الوقت الذي عين قبل هذا القرار بعده اسابيع وعده اشهر قليله، وكان هناك مهندس هذه الطبخه بكل تاكيد وحمد بن جاسم الذي لعب دورا كبيرا في تهيئه الاجواء وايضا توفير مظله لهذا القرار، حتى هناك ثلاث دول اعترضت بقوه وحصلوا على تهديد من حمد بن جاسم لكنهم تمسكوا بموقفهم، ومصر كانت في حاله سيوله، فاعتمد على نبيل العربي يمثل مصر لان وزير الخارجيه المصري كان تولى منصبه من محمد كامل عمرو، وكان شخصيه كانت غايبه عن مصر سنوات طويله في وزاره الخارجيه لانه كان يتولى منصب صندوق النقد الدولي وكان مفادا في الفتره الاخيره لتولي منصبه، وبالتالي لم يكن على اطلاع بموجودات السياسه الخارجيه المصريه في ذلك الوقت، وبالتالي هندس هذا القرار وتخذ هذا القرار بضغط محمد بن قاسم ونبيل العربي الذي سلم مفاتيح القرار العربي في الجماعه العربيه لطيله 4 أو 5 سنوات، محمد بن قاسم الذي ضغط على اتخاذ قرار بشان ليبيا ودخول الناتو، ثم فعل فعلته مع ايضا مع فيما يتعلق بتعليق عدوات سوريا. السؤال الثاني ضيفك من روسيا، اذا بالجواب الاول استاذ اشرف تتفق مع ما تفضل به معالي الوزير انه الضغط الاساسي كان من وزير خارجيه قطر انذاك محمد بن جاسم، وانه بالنهايه امين عام جامعه الدول العربيه انصاع لمشيئته عمليا، مرر له هذا القرار. نعم. بكل تاكيد مرر له هذا القرار لان حمد بن جاسم اتى بنبيل العربي وزيرا للخارجيه وضغط على مشير حسين طنطاوي في ذلك الوقت الذي كان رئيس المجلس العسكري، وكان هناك فرصه لمصطفى الفقي مساعد وزير الخارجيه السابق عضو البرلمان لتولى هذا المنصب، وفي اللحظه الاخيره تم التوافق على نبيل العربي، فنبيل العربي بناء على هذا الامر سلم مفاتيح الجامعه لمحمد بن جاسم سنوات طويله. إيه على سنوات لازم على كل حال حمد بن جاسم، اسف لمقاطعتك، حمد بن جاسم يعني لديه الجرأة بأن يعترف بكل ما فعل لأنه قاله على التلفزيون، إن شاء الله يوما ما نستضيفه ويشرح لنا كل تفاصيل ما حصل والكواليس التي حصلت. طيب بالنسبة للقمة أستاذ أشرف، كنت تود أن تكمل حول هذا الموضوع. فيما يتعلق بعودة الدور الروسي، أعتقد في دول المعلومات المتوفرة لدي وأنا على اطلاع جيد بها، هذا القرار اتخذ في عام 2019-2020 عندما زار سيرجي لافروف دولة الإمارات العربية المتحدة والتقى عبد الله بن زايد، وتم التوافق منذ ذلك التاريخ على أن يكون هناك بالفعل حاضنة إماراتية لقرار عربي، ولعبت الإمارات بامتياز هذا الدور من خلال بشكل تدريجي ومنهج لإقناع الأطراف العربية على مدار 3 أو 4 سنوات حتى تم التوافق على عودة سيرجي للجماعة العربية، وكانت البذرة الأولى أو نواة في زيارة سيرجي لافروف للإمارات ولقاء عبد الله بن زايد، واتفقوا على الاستراتيجية الخاصة به السير قدما نحو تمهيد الطريق وتعبيده نحو عودة سوريا للجماعة العربية، وقد تحقق هذا الأمر بغطاء إماراتي لاعب دورا كبيرا في إقناع الأطراف الخليجية باستثناء قطر الذي وافقت بالفعل واقنع مصر، حتى كانت ضربه البدايه في قمه لقاء جده ثم لقاء عمان ثم ايضا يوم 9 في الشهر الماضي 7 في الشهر الماضي اتخذ القرار بالاجماع، واعتقد بدون تحفظ، واعتقد ان هذا القرار مرر وعاد بشار الاسد وعاد السيره المقعد الجامعه لتمارس دورها، وسيشارك بشار الاسد كما قال الامين العام للجامعه العربيه في هذه القمه، وكل الترتيبات تعد على عجل وقدم لامكانيه ان يكون هناك مشاركه، لانه سيكون هناك كلمة لبشار يوجه فيها الشكر بالزعماء والقادة العرب والدول التي لعبت دورا كبيرا في توفير الحاضرة. سيكون كلمة سيكون كلمة للرئيس بشار الأسد يشكر فيها الآخرين في القمة تقول، يعني التي توجه الذين لعبوا دورا كبيرا في عودة سوريا للحضانة العربية. أوكي، إذا هذا تأكيد آخر أنه سيكون في القمة. طيب سنعود إليك أستاذ أشرف، سأعود إليك بعد قليل لأنه في تقطع بالصوت، لو سمحت لنا فقط قليلا وأعود إليك، يعني بس عم يساوي الصوت وسأعود إليك. معالي الوزير، بكتابك الجامعة العربية سوريا دور باطل ومال قاتل، قلت في جامعة الدول العربية بالدورة 138
إعادة سوريا إلى حضن جامعاتها العربية ورفع تعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة والتواصل مع سوريا لإنقاذها واحتضانها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي، وحذرت من أن لهيب الحرب الذي يطال سوريا اليوم والحركات التكفيرية التي تضرب في كل مكان إن لم نخمدها ونضع حدا لها سيمتد لهيبها غدا إلى ديارنا جميعا. عم نحكي نحن بال 2011-2012 هالكلام. لكن الغريب هو الهجوم الذي حصل عليك داخل لبنان، تشرح بعضه وتقول أنه مثلا تروي أنه مثلا الرئيس سعد الحريري قال أن دعوة وزير الخارجية إلى فك تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة هي الخلاصة الحقيقية للدور القبيح الذي تقارب من خلاله الحكومة اللبنانية الأحداث الدموية في سوريا. لقد وجد النظام السوري من ينطق باسمه عنك. أيضا القوى الرابعة عشر من أزار تقول وصفتك بالقائم بأعمال النظام السوري في لبنان. ومروان حمادي الوزير والنائب هنا يعني تقول عنه التالي، تقول أما النائب مروان حمادي وهو القائل في مرتية مطولة لباسل الأسد، غاب الرائد باسل حافظ الأسد ولكنه روحه لم تغب، شجاعته بقيت تنمو في قلب كل واحد من أبناء حافظ الأسد، نحن لا نبكيك لأن في رحم كل عربية قطعة منك مصيرها أن تزهر يوما، ثقوا أن كل شاب من شباب العرب هو باسل أسد آخر وآخر. تنقل هذا الكلام عن مروان حمادي لكي تعود وتقول هذا الإفراط في المديح والتملق الذي يذكرنا بشعراء البلاط المتكسبين هو ذاته النائب مروان حمادي الذي لم يرق له ولم يتقبل ما قاله وزير خارجية لبنان. أيضا تنقل عن فؤاد السنيورة رئيس الحكومة السابق هجومه عليك، وكان لافت أنه التأنيب أو شبه التأنيب الذي تلقيته من رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي وكان رئيس حكومة آنذاك. هذا ليس تأنيبا ولكن رددت عليه صح ورد على الرد وطلب أنه أن نقف عند هذا الحد. للأسف الشديد يعني في الداخل اللبناني هناك من صب غضبه وقام بحملة واسعة النطاق ضد ما يحصل في سوريا، يعني ضد سوريا وضد النظام. قد يكون واحد معارض أو يكون مؤيد، لا عليه أن يتوخى دائما الحقيقة. يعني كل الذين اتهموا النظام ما الذي سيقولونه اليوم؟ هاجموا وزير الخارجية عندما طالب بإعادة سوريا بعد سنة ونصف من صدور القرارات عن الجامعة العربية، وقلت أثناء في داخل الجامعة العربية ما الذي حققناه كجامعة بعد عام ونصف من اندلاع الأحداث في سوريا؟ هل فعلا القرارات التي اتخذت حققت السلام والأمن والحرية كما كانت تطالب الجامعة العربية؟ أوقفوا نار الحرب، لأن إن لم نوقف الحرب في سوريا فإن لهيبها سيمتد إلينا، وهذا ما حصل فيما بعد. وجدنا كيف أن داعش ظهرت والفصائل الإرهابية المتطرفة. طيب كيف كانت آنذاك، كيف كان حقيقة موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ موقف يريد النائب النفس فقط. طب موقف منيح انه ينأب النفس، النائب ما له تدخل يعني بالحرب، موقف وطني عمليا. ونحن لم نتعارض مع الدول، يعني داخل الدول لم يكن هناك من خلافات شخصية مطلقا. كل ما هناك انه كل دولة تدلي بدلوها وايضا تدلي برأيها. لبنان فيما يتعلق بلبنان كان من الواجب علينا يعني أن نطالب، أنه تصوروا في الداخل اللبناني أن ما طلبت به داخل الجامعة هو خروج عن النائب النفس مطلقا. عندما أدعو إلى إعادة دولة عربية إلى حضن الجامعة العربية من أجل حفظ سيادتها والحرص على سلامة شعبها وعلى وحدتها، هذا يكون عمل أنه أنا عميل لسوريا أو وزير خارجية سوريا، وأيضا هناك من قال وزير خارجية إيران وسوريا وديعة سوريا وإيران في الحكومة، وديعة سوريا في لبنان. مع العلم أنه أنا شخصيا لم أزر سوريا حتى ذلك الوقت سوى مرتين في حياتي كلها. طيب معالي الوزير الآن هم يعني خلينا بلا ويلات التاريخ كان لابد أن نمر عليها ولو قليلا. الآن برأيك ما الذي تغير حتى عادت أو أعيدت سوريا، وكيف ترى موقف السعودية في هذا الشأن؟ لأنه أن تعقد القمة على أرضها رغم كل الضغوط الأمريكية التي تمارس وظلت تمارس حتى قبل كم يوم إجا جيك سوليفان على السعودية
ما الذي تغير؟ أتصور أن اليوم المملكة العربية السعودية وبالذات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قام بخطوة كبيرة ستغير المعادلات في المنطقة لا شك، وخطوات جريئة جدا وشجاعة، نستطيع أن نقول خطوات جريئة وشجاعة جدا. أولا توجه نحو الشرق تجاه الصين، صح، مد الخطوط باتجاه إيران وإعادة العلاقات وإعادة العلاقات مع سوريا، كل ذلك يعني هذه السياسات بكل تأكيد لا ترضي الخارج الغرب وبالذات الولايات المتحدة. الولايات المتحدة انتعضت من التقارب السعودي السوري وانتعضت من التقارب السعودي الإيراني والسعودي الصيني. إذن المملكة باتخاذها هكذا قرار ستغير معادلات ومعطيات كثيرة على الساحة المشرقية، يعني فيما يتعلق بالسياسة بالاقتصاد بالأمن بالتجارة في كل شيء. يعني اليوم تضع الحجر الأساس لنوع من العلاقات السياسية الجديدة التي لم تشهدها دول المنطقة، صحيح، على أساس خلال سنوات طويلة وهناك اضطرابات، هناك نزاعات، هناك خلافات جذرية بين دولة عربية ودولة أخرى. إذن العامل السعودي اليوم، المملكة العربية السعودية هي عامل جذب وموحد. هل الحسم العسكري أيضا لعب دور أنه بالنهاية في محور ربح الحرب؟ بكل تأكيد. اليوم بالنسبة للجامعة العربية بعد 12 عاما أنه من الحرب عرف أنه مستحيل إسقاط النظام، وإذا ما وجدنا طيب، ولكن هناك البعض حتى في لبنان يقول لك أنه النظام ربح ضد شعبه وليس ولم يربح الحرب يعني ضد الآخرين. المسألة لا تقاس بهذا الشكل، لا تقاس أنه ربح الحرب أو هناك كان مخطط. يعني إذا ما نظرنا للأمور نظرة موضوعية، كان هناك تحرك عربي وتحرك تركي، صح، وتحرك أوروبي وتحرك أمريكي، وتماشى هذا التحرك يعني في نفس الوقت خلال الأشهر الثلاثة بعد اندلاع الأحداث في سوريا. نجد تركيا بعد 3 أشهر احتضنت الفصائل المعارضة في أنطاليا في تركيا. بعد 3 أشهر نجد أن الدول العربية بدأت تتخذ القرارات السريعة باتجاه سوريا. أوروبا أعلنت صراحة أن على النظام أن يتخلى عن الحكم ويسلم. الولايات المتحدة بعد 98 يوما من اندلاع الأحداث، روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط قدم للكونغرس الأمريكي اللجنة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بعد 98 يوما بناء على طلب من اللجنة الخارجية أن يعد دراسة حول احتواء سوريا وإيران، وقدم مطالعاته بعد 98 يوم يقول فيها علينا الإطاحة بالنظام، وأي نظام يأتي مكان الأسد هو أفضل لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها وإسرائيل في المنطقة، وعلينا تزويد المعارضة بالعتاد والسلاح وكل شيء وقيام بحملة إعلامية واسعة النطاق. يعني 80 دولة شاركت بالسلاح. إذن الولايات المتحدة، أوروبا، تركيا ساندت دعمت الاجتماع اللي حصل في تونس عام 2012، وأيضا فرضت عقوبات على سوريا أواخر عام 2011 بشهر تشرين الثاني، عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية. إذن عندما وجد العالم الكل، الولايات المتحدة والأوروبا والتركية وفيما بعد بعض الدول العربية أنه من المستحيل إسقاط النظام، طبعا لأن هناك دخلت معادلات على الأرض منعت إسقاط النظام، صحيح. طيب. إذن لابد إعادة الحسابات من جديد. وعلى كل حال علاقات الدول علاقات مصالح، طبعا ما في علاقات مبادئ بالأصل. طيب السيد ماتوزوف، دعني أسألك الآن مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وبعد قليل سوف نرى مع الأستاذ سليمان العقيلي ما هو المنتظر من القمة وأهميتها والمواضيع، ولكن في موضوعان مطروحان في سوريا. بعد في قوات احتلال أمريكية، وفي قوات احتلال تركية، وفي قوات إيرانية، وفي حزب الله، اللذين تقول الدولة السورية أنهما شرعيان لأنهما دخلا بطلب من الدولة السورية. طيب بالنسبة للقوات الأمريكية الآن بالصدام الحاصل الروسي الأمريكي على أرض أوكرانيا، هل ننتظر بعد إعادة سوريا إلى الدول العربية وعودة الدول العربية إلى سوريا أنه نشهد تصعيداً للوضع العسكري في سوريا لدفع القوات الأمريكية للخروج،
أو لطردها من الأراضي السورية مثلا؟ أنا أقول لكم رأيي الشخصي أن روسيا ليست لديها أي مصلحة أن يفتحوا جبهة ثانية للصراع لنضال المسلح في جنوب في الشرق الأوسط. روسيا الآن تصطدم مع العالم الغربي برئاسة الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة في أوكرانيا على أرض أوكرانية. مع الأسف الشديد الأوكرانيين تنازلوا أمام الضغوطات الأمريكية وملتزمين أمامهم بهذا الموقف المعادي لروسيا. طبعا لذلك اليوم وضع في سوريا نحن نؤيد الحل طبعا احترام سيادة الدولة السورية، وكما أنا قلت سابقا أن روسيا بدون أي تدخل في قرارات الدولة المستقلة بأستانة اتفق تركيا إيران روسيا وسوريا عن ضرورة احترام سيادة الدولة السورية في كل أراضي. وعلى هذا الأساس روسيا بذلت جهود لكي ينظم اللقاء أردوغان مع بشار أسد. طيب ولكن بالنسبة للقوات الأمريكية سيد ماتوزوف، حكومة وزير خارجية سوري ووزير خارجية هذا مهم تركي، مهم بالنسبة لتركيا قبل الانتخابات. طبعا بعد الانتخابات روسيا تستمر هذا النهج. بعد هناك قضية الأمريكية، القضية الأمريكية لا شك هي أكثر حساسة وتؤثر كثيرا على السياسة التركية في منطقة الشرق الأوسط وفي داخل تركيا، لأن تركيا تشترط بضرورة انسحاب أو ضرورة قمع المنظمات والحركات الكردية في شرق الفرات. وفي هذا السبب كل الشعور الذي تؤيد أمريكا لإنشاء دولة رجاوة مثلا في هذه المنطقة، ومنظمات كردية تعتمد على دعم الأمريكي في هذا الشأن، لأن عدة مرات حكومة سورية كما نحن نعلم اتفقت مع قيادات كردية واتفقوا عن ضرورة خضع الأوامر والإدارية للسلطة المركزية. طيب يا سيد ماتوزوف، ولكن بعد دخل الأمريكي تراجعت المنظمات الكردية من هذا الإمكانية احتمال عودة إلى تعاون مع السلطة المركزية. أوكي سيد ماتوزوف، تركيا تراحل. سيد ماتوزوف إذا سمحت لي، السؤال حول القوات الأمريكية كيف ستخرج من سوريا؟ القوات التركية سنتحدث عنها بعد قليل، ولكن القوات الأمريكية بعد عودة العرب إلى سوريا وعودة سوريا إلى الدول العربية في مناخ جديد في سوريا، ولكن هناك مراكز الثروة الموجودة، النفط والزراعة، بدونها سوريا لا يمكن أن تستعيد دورا كبيرا حتى لو ضخ العرب استثمارات في أراضيها. القوات الأمريكية كيف ستخرج من سوريا؟ بالمفاوضات؟ مفاوضات مع من؟ أنتم بحرب معها في أوكرانيا. بلا أي شك الأوضاع تتغير في منطقة الشرق الأوسط، تتغير اليوم بعد لقاء الإيراني ومملكة العربية السعودية. أولا هذا عنصر الأساسي الذي تشير إلى تغيير الوضع السياسي جيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، هذا واضح تماما للجميع. وطبعا في هذه الظروف وجود العسكري أمريكي في الدولة المستقلة غير مرخص، وجودها العسكرية ليست في الضفة الشرقية ولكن في قاعدة العسكرية في طنف، وهناك قد سيكون من الصعب لأمريكا أن تؤيد أي هجوم السياسي عليه. وأنا أعتبر أن أمريكا تتعرض اليوم بضرورة إعادة النظر بمهمات الأمريكية يا في سوريا يا في شمال العراق، لأن هذا مشكلة مترابطة. طيب. فكرة بناء الشرق الأوسط كبير والجديد لا تزال تسيطر في ذهن المحافظين الجدد في أمريكا.
أوكي. ونحن نعلم جيدا خطوط السياسية جيوسياسية بين الدول المنطقة حسب تلك الحدود الجديدة رسموها. طيب شكرا. مقدم جيش أوكي. الأمريكي. طيب سيد ماتوزوف، سنتوقف قليلا مع فاصل. أنا لحد الآن في الواقع لم أعرف بعد كيف ستخرج القوات الأمريكية، يعني حضرتك شرحت لنا مطولا ولكن لم تقل لنا ما هو توقع روسيا لخروج القوات الأمريكية بالقتال. تقول نحن لا نريد أن نفتح جبهة أخرى، طيب ممكن أن تبقى إلى أبد الأبدين، وحضرتكم معتبرين أنه المحور الذي قاتل في سوريا ربح المعركة. كيف ربح المعركة والقوات الأمريكية موجودة وثلث الثروة السورية ما زالت في مناطق تدعمها أمريكا؟ على كل حال بعد الفاصل سنتابع وسنسأل عن قمة جدة، عن المواضيع التي ستطرح فيها، عما هو منتظر بالنسبة للبنان، بالنسبة لسوريا، بالنسبة للسودان، بالنسبة لفلسطين بعد أن التهب الوضع في غزة. وفي القسم الأخير سنذهب إلى تركيا. ابقوا معنا، لا شك أنه في الحلقة معلومات مهمة بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين لمواصلة هذه الحلقة من برنامج الرئيس عبر قناة الجديد. نتحدث فيها عما هو منتظر من القمة العربية في جدة بعد أيام قليلة، وما هو المتوقع بالنسبة لسوريا، وما هو المتوقع بالنسبة للبنان والملفات الأخرى. ثم نذهب في القسم الأخير من هذه الحلقة إلى تركيا لنقرأ مآلات الوضع بعد الانتخابات المهمة التي حصلت، وماذا سيكون وضع العلاقات السورية التركية. أعود وأرحب بضيوفي وزير خارجية لبنان السابق دكتور عدنان منصور، من روسيا الدبلوماسي والكاتب العريق فيتشسلاف ماتوزوف، من السعودية الكاتب المعروف دكتور سليمان العقيلي، من مصر مدير تحرير صحيفة الأهرام الغراء أشرف العشري، من تركيا سيكون معنا دكتور يوسف أوغلو خبير سياسي واقتصادي. معالي الوزير، يعني كنا أعزائي المشاهدين قبل أن أوجه السؤال، كان ضيفنا من السعودية قد أكد أن الرئيس بشار الأسد سيحضر القمة، وضيفنا من مصر قال أنه سيقول كلمة ويشكر فيها كل من وقف إلى جانب بلاده. مع الوزير، السيد ماتوزوف لم يوضح لنا تماما كيف سيكون مصير القوات الأمريكية بعد المصالحة العربية العربية والإيرانية العربية. بالنهاية في مشكلة بسوريا، كيف ستحل؟ أتصور أنه اليوم موقف الولايات المتحدة تجاه التقارب السعودي السوري والتقارب السعودي الإيراني كان موقف جامد، على اعتبار أنه صدرت تصريحات أنه لا يوافقون وليسوا بجانب هذا التقارب. على سوريا أن تنفذ القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن، صحيح، وفرضوا عقوبات، وفي أعضاء مجلس الكونغرس كمان عملوا طلب، والقرار 2254 يتضمن حوار ما بين الدولة السورية والمعارضة وإجراء عمليات انتخابية وتسليم السلطة. هذا ما يتمسك به الأمريكي. ولكن اليوم بعد هذا التقارب الحاصل وعودة سوريا للجامعة العربية وكل ما يحصل من متغيرات وتطورات في المنطقة، أتصور أن الأمريكان سيمارسون الابتزاز ويستشرسون أكثر، يستشرسون عسكريا أكثر حتى في ما يتعلق بسوريا، على أساس أنه لا يمكن أن يخرجوا من هذه المنطقة التي تحتل عن طريق قصد، لأن هناك نقاط عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي السورية، يعني احتلال غير شرعي. إذن الولايات المتحدة لا أتصور أنها ستخرج تلقائيا، ولكن سيكون وضع قصد صعب. طبعا وضع تفاهم، سيكون وضع صعب، تفاهمت الدولة السورية مع تركيا، مين ما نجح سيحصل تفاهم، بالنهاية كي بده يكون وضع قصد. ولكن أي تفاهم ما بين سوريا وتركيا لا تقبله الولايات المتحدة، على اعتبار أنه يتم على حساب الأكراد. نعم. تتصور ذلك. لذلك هي قصد أو المناطق التي يتواجد فيها الكرد هي بحماية الولايات المتحدة. صحيح. طيب. والولايات المتحدة بما فيها منطقة شرق الفرات من إمكانات هائلة نفطية وغازية، لا أتصور أن الولايات المتحدة ستقبل بالأمر الواقع بسهولة، وإنما ستمارس نوع من الضغط. طيب دكتور سليمان العقيلي، دعني أكون شوفينيا قليلا وأسألك عن لبنان.
يعني في كلام كثير، البعض يقول أنه لبنان تفصيل ليس مهما لا بالقمة ولا قبل القمة ولا بعد القمة. شو المعلومات أنه القمة ستتطرق إلى موضوع لبنان، إلى موضوع الرئاسة؟ كيف تنظرون الآن إلى موضوع الرئاسة المعقد جدا، والكثير يعلق أهمية على الموقف السعودي في هذا الأمر؟ نعم دكتور سامي، الحقيقة الوضع اللبناني لا يستدعي مزيد من التدخل الخارجي، لأنه فيه ما يكفيه من التدخلات الحاصلة الآن. الواجب القومي العربي تجاه لبنان هو صيانة استقلاله وإرادته الداخلية، والمملكة العربية السعودية ترى وتقاوم كل محاولات جرها لكي تكون ناخب في لبنان. وكان من المفترض خلال الفترة هذه أن يكون هناك اجتماع للمجموعة الخماسية أو اللقاء الخماسي المكون من السعودية ومصر وقطر وأمريكا وفرنسا، ولكن تأجل هذا الاجتماع أو ألغي تقريباً. طبعا النفس السعودي استاذ سليمان، لكن المشكله الحقيقه استاذ سليمان اسمح لي نعم. فقط لانه نعم. حصل خطا بسيط جدا بالانترنت، تقول الغي الاجتماع الخماسي؟ نعم تقريبا اجل مؤكد او انه في طريقه للالغاء. على كل حال انا اعتقد انه المملكه لن تثابر بمزيد من تدخل العربي في لبنان، وإنما تأييد التوافق اللبناني. وأنا أتوقع أنه القرار القمة لن يخرج عن حث اللبنانيين على التوافق. أوكي. وأنا في الواقع يعني أنا الذي أستغربه، اسمح لي دكتور سامي في هذا، أنه تشدد حزب الله رغم أن المنطقة مرتاحة والتوترات خفت وجرت مصالحات سواء عربية إيرانية أو عربية عربية، فالتشدد حزب الله في هذا الموضوع أنا غير مفهوم الحقيقة. ويعني المطلوب اليوم أن يصير توافق داخلي لبناني موازي للتوافق الإقليمي طيب. العربي العربي صحيح. والعربي الإيراني صحيح. دكتور سليمان بهذا الموضوع دكتور سليمان بهذا الموضوع أريد أن أسألك لكي توضح أكثر المسألة، وهذا مهم، إنه حزب الله يقول نحن لدينا مرشح اسمه سليمان فرنجي، تفضلوا اطرحوا مرشحكم ولنذهب إلى مجلس النواب وننتخب. ما هو المطلوب من حزب الله بأكثر من ذلك؟ نعم، الحقيقة أنا لست مكلفا بالحديث عن المعارضين لحزب الله، لكنه أنا الحقيقة أعتقد أنه لا حزب الله ولا معارضي استطاعوا أن يحصلوا على النسبة الكافية لانتخاب رئيس، ولذلك تنازل الفريقين عن مرشحيهما والتوافق على مرشح ثالث قد يكون هو الوسيلة المثلى الحقيقة، لأنه خاصة أنه ما له داعي اليوم لمخاوف لا عند حزب الله ولا عند معارضيه. المنطقة اليوم سائرة للتوافق، تسير للتبادل التجاري، للاستثمار، للانفتاح على بعضها، فلماذا لا ينفتح اللبنانيون على بعضه؟ المملكة لا تريد من القمة أن تدلي بمزيد من التدخل الذي يعقد المسألة اللبنانية. وأنا أعتقد إنه التنازلات المشتركة من القادة اللبنانيين هي التي ممكن أن تنقذ لبنان من المأزق الراهن. أوكي، يعني لأنه كلامك يعني يناقض بعض التفاؤل الذي حصل بعد لقاء المرشح سليمان فرنجي مع سفيركم في لبنان السيد وليد البخاري، وطلعت أجواء أنه قد تكون السعودية قالت أنه فليكن سليمان فرنجي وبعدين نحن نحكم على أعماله. يعني برأيك يجب أن يحصل التخلي عن سليمان فرنجي وعن سامي؟ هذا هو الموقف السابق. هذا هو الموقف القديم. السعودية ما عندها فيتو على أي اسم ولا عندها مرشح،
وهي تريد من اللبنانيين أن يتوافقوا. السعودية اليوم مفروض أنه موقفها يجد الترحيب من اللبنانيين، لأنها تركز على الانتخاب الوطني للرئيس وليس الانتخاب الخارجي. صحيح. يعني السعودية جرت كثيرا لكي تكون مؤثر في هذه المسألة، ونأت بنفسها لأنها تريد من الطبقة السياسية في أن تعيد إنتاج، ليس نفسها، تعيد إنتاج طبقة قادرة على تغيير الزوايا وتوزيع المناصب والمكاسب بين الطبقة الراهنة. لن يحل المعضلة اللبناني. المعضلة اللبناني خطير وجسيم، وينبغي أن يقود لبنان كما ترى المملكة قيادة جديدة ليس لها ارتباطات حزبية، وتكون منفتحة على الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي وعلى العالم. وأنا أعتقد أنه هذه الوصفة السعودية هي الوصفة الحقيقية لنجاح لبنان في الخروج من مأزقه الراهن. أوكي. شوف، الوصفة الأهم هي أنه يجي لعنا شخص مثل ما عمل الأمير محمد، أنه يأخذ كل هالفاسدين وكل هالوزراء وكل هالنواب الذين أفسدوا وكل هالمافيا ويضعهم في أوتيل ويأخذ منهم الأموال ويرجع يبني شيء جديد. ما عندنا حل غير هيك، كل الباقي تفاصيل. طيب، سيد أشرف العشري من القاهرة، عندي تمني من سيدة تحبك جدا وتتابع ما تفضلت به، تقول لي ليته يتحدث فقط ببطء أكثر لكي نفهم كثيرا، لأنه عبر الإنترنت سرعة الكلام ربما لا تصل الأفكار بشكل جيد. سيد أشرف، هل تعتقد أنه قمة ما بعد قمة جدة سيطلب من إيران ومن حزب الله الخروج من سوريا كشرط للاستثمار العربي، أم تخطينا هذه المسألة؟ أعتقد أن هذا الموضوع سيكون مطروح للنقاش، لكنها مسألة أعتقد سابقة لأوانها، لأن هناك تحديات وهناك قضايا جوهرية سيتم بحثها في هذه القمة. على سبيل المثال، قضية التعاون لسوريا أعتقد أنها ستحصل بكثير من التقدير، وسيكون هناك مساحة لحرية التعاطي بإيجابية من قبل الدول العربية مع سوريا في المرحلة القادمة. لا تنسى بكل تأكيد، أنا لا أكشف سرا أقول أنك أربعة دول لعبت دورا كبيرا في السنتين الماضيين وفي الأشهر الماضية احترافية، وكان هناك توزيع أدوار بشكل غير معلن، التي هي مصر والسعودية. لا لا لا، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، الأردن، مصر. وعندما كان هناك معضلة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قانون قيصر، تم التوافق بشكل ضمني وغير معلن في اجتماعات ثنائية وثلاثية على أن يوقد الأمر للملك عبد الله، وذهب للبيت الأبيض مرتين، وفي آخر مرة منذ شهرين التقى الرئيس بايدن واستطاع أن يحصل على اعتراف أو موافقة شاملة ضمنية بأن يكون هناك إعطاء مزيد من الفرص للأطراف العربية بإمكانية استعادة سوريا واكتسابها نحو الصف العربي، وأن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة في إمكانية قيام بدور عربي في إقناع الجانب السوري بالتعاطي مع قضايا الحل السلمي في سوريا، وإعطاء مزيد من الفرص للأطراف العربية بإمكانية أن يكون لديهم درجة كبيرة من تفعيل الدور الخاص بالحل السلمي في سوريا، بعد أن أعطت سوريا وإيران وتركيا أدوار على مدار 11 عاما ولم تستطع تحقيق النتائج المرجوة. وحصل الملك عبدالله الثاني على موافقة من الرئيس بايدن منذ شهرين، وأتى وأقنع الدول الأربعة الدول الثلاث ثم الأردن بهذا التوافق الأردني الأمريكي والموافقة الأمريكية الضمنية بشكل شخصي من الرئيس بايدن، وقرر القادة الثلاث بالتعاون مع الملك عبد الله أن يبدأ الأردن في إعداد المبادرة التي تسمى الخطوة مقابل خطوة، ونجحوا في إمكانية أن يكون هناك دور عربي بعد إقناع الجانب الأمريكي أنهم سوف يسعون لتحييد الأدوار الإقليمية وربما الروسية لحد ما في الأزمة السورية في قادم الأيام والسنوات والأشهر القادمة. وأعتقد من هذا المنطلق كان هناك الموقف الحكيم بعودة سوريا للجامعة العربية، وإمكانية أن يكون هناك عدم فرض عقوبات على الدول العربية خاصة الدول الأربعة فيما يتعلق بالتعاطي مع قانون قيصر، وأتيحت الفرصة
بشكل كبير لهذا الشأن. مهم جدا استاذ اشرف، مهمه جدا هذه المعلومات التي تتفضل بها، انه الملك عبد الله حصل من الرئيس بايدن على ضوء اخضر بالمضي قدما في هذا الاتجاه، وبانه لا تستخدم عقوبات قانون قيصر ضد هذه الدول في مسار اعاده سوريا، بشرط ان يكون الامر خطوه مقابل خطوه، يعني تسهيلات في سوريا وحل سياسي شبه مقبول على كل حال. هل تريد ان تضيف؟ تفضل. وطلب الاداره الامريكيه ان تعطي مزيد من الوقت للاطراف العربيه، للدول الفاعله الاربعه، مساحه من الوقت او بعض الوقت بشكل مطول، حتى تستطيع هذه الدول ان تلعب دورا كبيرا في امكانيه تكريس وضع عربي مع سوريا في المرحله القادمه. وبدات التفاهمات في اجتماعات جلس مجتمعات ايضا الاردن في الاردن، ثم ايضا عندما زار فيصل مقداد القاهره حصل على موافقه بالفعل في شروع القاهره بالبدء في تدشين العلاقات السياسيه على المسار السياسي والدبلوماسي وحتى الامني، لان كانت هناك علاقات مصريه سوريه منذ 5 أو 6 سنوات. علي مملوك رئيس جهاز الامن السوري زار القاهره عده مرات في زيارات غير معلنه، وتم التوافق على استمرار التنسيق الامني. واعتقد عندما جاء دور التنسيق السياسي كانت القاهره مع الاشقاء في السعوديه والامارات، وايضا طيب استاذ اشرف الامريكي. استاذ اشرف، ما هي مصلحه امريكا ان تسهل هذا الوضع؟ اعتقد الجانب العربي لعب على وتيره ان هناك ادوار اقليميه لتركيا وايران وروسيا ايضا على المستوى الدولي، واستطاعوا ان يستحوذوا او يحصل عمليه نوع من التمكين او التكويش على سوريا والدور السوري، وان العرب غائبون منذ 12 عاما او 11 عاما، ولا بد ان تعطى فرصه للطرف العربي بعد غياب 11 او 12 عاما حتى يستطيع ان يحرس الاختراق المطلوب في هذه المعادله، ويستطيع ان يلعب دورا كبيرا في فرض معادله جديده في الشرق الاوسط بعوده سوريا، ويكون هناك تضييق للخناق على الادوار التركيه والادوار الايرانيه في قادم الايام، وان هناك رغبه عربيه حثيثه لعوده سوريا، وان الاوان قد ان، وتحت ضغط اردني وايضا طلب اردني بالحاح بتوافق مع العواصم الثلاثه، استطاع الملك عبد الله الثاني ان يحصل على هذه الموافقه، وعاد وبشر الدول الثلاث وقلنا كانت بدايه بعوده سوريا. اعتقد ايضا العرب لديهم ايضا هدف استراتيجي. عوده سوريا من وجهه نظرهم حتى هذا الامر ربما يكون مسار نقاش في الجلسه المغلقه بعد الجلسه الافتتاحيه يوم الجمعه التي سوف تبدا في 6 عصرا، بان يقترح السعوديه ان يكون هناك استفاد من سوريا في إمكانية تليين المواقف بشأن حزب الله والتيار العوني، على أن يكون هناك لا أقول لك اتصال عربية أو تحرك عربي، لكن أعطاء مزيد من المساحة أو الحرية لبعض العاصمة العربية لتخطر على خط الأزمة مع الأطراف الأخرى، وحتى بما فيها إقناع إيران من قبل السعودية وقطر. ممتاز. أن يكون لك دور في مرحلة قادمة للإسراع باختيار رئيس جمهورية لبناني ربما في الأشهر القادمة. ممتاز ممتاز. على كل حال، نحن يوم الجمعة سيكون لدينا حلقة خاصة عبر شاشة الجديد في نهاية أعمال القمة مساء نهار الجمعة، وإن شاء الله نستمع أيضا إلى وجهات نظركم ومعلوماتكم يومها. الدكتور عدنان معالي الوزير، هل حان وقت برأيك انسحاب حزب الله من سوريا؟ هذه المسألة لا تعالج اليوم بمجرد أن انعقاد مؤتمر القمة. مؤتمر القمة لا شك أنه أزال الجليد بين الدول العربية ويمهد لمرحلة قادمة، ومؤتمر القمة سيخرج ببيانات، ولكن بيانات بعناوين عامة ولكن ليس بعناوين تفصيلية. هناك مسائل كثيرة في المنطقة، عندك مسألة النازحين، مسألة الأمن، مسألة الصراعات الموجودة في الداخل، عندك مسألة السودان ليبيا، وضع غزة، وكل دولة فلسطين. في المؤتمر القمة بكرة بمؤتمر وزراء الخارجية العرب، كل دولة ستقدم ما تريد أن يتضمنه البيان. طب شو المتوقع للبنان؟ بالنسبة للبنان للأسف الشديد، يعني لبنان يذهب إلى المؤتمر بوضع ضعيف جدا. أولا غياب رئيس جمهورية ورئيس حكومة مستقيل وتخبط داخلي، حتى الآن لا نستطيع أن نخرج من الأزمة. وللأسف هناك من يعول على الخارج. لماذا يعول لبنان على الخارج؟ القرار يصنع في الداخل اللبناني فيما إذا متى توفرت صنع في الداخل؟ فيما إذا توفرت. نحن عندنا 13 رئيس جمهورية ولا واحد فيما إذا توفرت، يعني حتى أنا يعني اسمح لي على التعبير وأنا آسف أنه سميته مثل البراد الصيني، يصنع في الخارج ويجمع في لبنان. فيما يتعلق بلبنان
لبنان، أعرف جيدا أنه كان على مراحل عقود أنه كان رئيس الجمهورية يرضى عليه من الخارج، ولكن على الأقل أن إذا كان هناك من يريد في الخارج أن يتدخل أو ينصر، على الجانب الداخل اللبناني أن يتوافق. لا يمكن الخروج من الأزمة اللبنانية انتخاب رئيس إن لم يكن هناك توافق داخل، حتى وإن كان هناك تدخل من الخارج. لكن ربما القمة يعني تحث الأطراف اللبنانية أنه إن لم تنتخبوا في إجراءات عربية عملية. بالموضوع حزب الله وسوريا، برأيك لن يطرح الموضوع في القمة؟ لن يطرح في موضوع القمة. هذا الموضوع شائك فيما بعد، فيما بعد بالأثناء العلاقات الثنائية من خلال التواصل الاتصالات السعودي الإيراني، تطرح أمور كثيرة صح في المنطقة، صح لا ترتبط صح فقط بالحزب الله أو ترتبط بالمقاومة في صح لبنان، في اليمن، في مناطق عديدة. صحيح. طيب أعزائي المشاهدين، الكثير من يعلق أهمية على خطوات ولي العهد السعودي الأمير محمد، وثمت من يقول أنه الرجل نجح في الداخل السعودي فيما لم ينجح أي أمير أو ملك قبله في تخطي الخطوط الحمر، إن كان في المسألة الدينية، المسألة التربوية، المسألة الفنية، المسألة الثقافية، المسألة بدائل عن النفط، مسألة المرأة، الانفتاح الداخلي صار كبيرا جدا. وثمت من يقول أنه الآن انتقلنا بعد أن جذب أكثر من معظم الشباب السعودي، ونحن نعرف أنه الجيل السعودي الجديد أكثر من 70% من السعوديين هم من الشباب، جذب الشباب، إذن هو يتسلح بوضع داخلي قوي، ويقول أنا سأغير المعادلات في الخارج، ذهب إلى الصين كما رأينا، والآن تصفير مشاكل مع العديد من الدول. ما هو المتوقع؟ دعونا في البداية نرصد ولو بشكل سريع مع جاسينت عنتر، ما هي أبرز الإصلاحات الداخلية في السعودية، وما هو المنتظر في القمة وبالنسبة للخارج؟ لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. لم يتردد الأمير محمد بن سلمان في استخدام عبارة سندمرهم في الحديث عن التطرف الديني، وهو منذ سنوات يواصل طرق الإصلاح الجذري الذي وصف بالثورة من فوق وتخطى الكثير من الخطوط الحمر. ومن أبرز إصلاحاته تقليص سلطة الشرطة الدينية، الدعوة لمراجعة الفكر الوهابي، رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وتعزيز فرص حضورهن في الدولة والوظائف، إنهاء الحظر على دور العرض السينمائي والنشاطات الفنية، السماح بالموسيقى في المطاعم وتخفيف القيود على الاختلاط بين الجنسين، الشروع في ورشة الإصلاح التربوي، مصادرة أموال من أمراء ووزراء ورجال أعمال في حملة واسعة ضد الفساد، فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لرفع مستوى الإيرادات غير النفطية، رفع ضريبة القيمة المضافة 3 مرات لتصل إلى 15%، المباشرة بتطوير البيئة التشريعية فيما يتعلق بأنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات التعزيزية والنظام الجزائي والإثبات، وضع خطط لتنويع مصادر الثروة غير النفطية وبينها مشروع نيوم الهائل ورؤية السعودية 2030. شكراً جاسينت. نشر دكتور صالح بن محمد الختلان دراسة، وهو سعودي طبعا، قيمة حول السياسة الخارجية السعودية بخلال 3 قرون، يركز فيها على ما وصفها بالواقعية في السياسة الخارجية السعودية. دكتور سليمان، الآن جاءكم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، زار الرياض قبل أيام بعد اجتماع القاهرة مباشرة، قد لا يكون مرتبطا به لأن الموعد مأخوذ سابقا، وأعلن أنه يريد تشجيع السعودية على التطبيع مع إسرائيل، وتنتظر السعودية زيارات لمسؤولين آخرين من الأمن القومي وزير الخارجية الأمريكي. ولاحظنا أنه جماعة من الشيوخ مجلس الشيوخ الأمريكي طرحوا مشروع قرار من الجمهوريين والديمقراطيين لمعاقبة من يطبع مع سوريا. هل الأمير محمد وكذلك الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات يريدان المضي قدما حتى لو اعترضت أمريكا، أو كما استمعنا إلى ضيفنا من مصر أنه بالنهاية في العقلانية المتبعة هناك ضوء أخضر في مكان ما أمريكي لهذا الانفتاح
العربي والخليجي تحديدا على سوريا؟ نعم دكتور سامي، في الواقع انه الحديث سوليفان في واشنطن هو الاستهلاك في واشنطن، انما في الواقع جاء للرياض من اجل موضوع اخر. على الاراضي السعوديه اليوم يوجد صراع امريكي صيني كان تحت الارض، اليوم صراع شبه معلن. والأمير محمد الحقيقة حول هذا الصراع إلى منافسة، وجعل وحوله من صراع سياسي إلى صراع اقتصادي. بعد ما تقلد بايدن منصبه في البيت الأبيض، طبعا قرر معاقبة السعودية أو العمل على نبذها، وأوحى للشركات الأمريكية بعدم الانخراط في المشروع الاقتصادي السعودي العملاق. والأمير الحقيقة توجه إلى الصين وفتح أبواب المملكة للصين، واليوم الصين لها مواقع في الموانئ السعودية، وعشرات المصانع الصينية ستفتح في داخل المملكة خلال هذا العام 2023. الولايات المتحدة أحست بالخطر وبالخسارة الفادحة وبخطأها في ترك البيئة الجيوسياسية التي تتمتع بها المملكة للصينيين. جيك سوليفان الحقيقة ليس ليضغط على المملكة من أجل سوريا أو على إيران، أو هذه غير قابلة للضغط الحقيقة، والمملكة تسير في طريقها. هو في الحقيقة جاء ليقول أن الشركات الأمريكية قادمة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وجاء ليدشن مشروع سعودي إماراتي هندي يربط الخليج والجزيرة العربية في جنوب آسيا. وتقديري أنا، ولكن هذا دكتور سليمان، دكتور سليمان هذا المشروع اللي اسمه I2U2 فيه إسرائيل أيضا، يعني هل السعودية مستعدة؟ هذا في إسرائيل، ولكن صحيح يا دكتور، هل السعودية مستعدة للذهاب في محل، هل السعودية مستعدة للذهاب بمشروع فيه إسرائيل ويقطع طريق الحرير أو يكون بديلا عن طريق الحرير الآن؟ جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي استثنى إسرائيل من المشروع لأن المملكة ترفض أي حلف في إسرائيل. أوكي. اللي تكلمت عنه I2U2. إنما جاء الذي عقد في جدة، عقد اجتماع مع الأمير محمد يتكون من مستشار الأمن القومي الأمريكي، مستشار الأمن القومي الإماراتي، ومستشار الأمن القومي الهندي. أوكي. وطرحوا على الأمير هذا المشروع الرابط بين الهند والمملكة والجزيرة العربية. أوكي. وطبعا استثنوا إسرائيل من هذا الاجتماع ومن هذا المشروع لأنهم يعرفون موقف المملكة العربية السعودية الرافض لهذا المحور. أوكي. الهدف المشروع فيما أنا أعتقد هو الحقيقة قطع طريق الحزام والحرير الصيني. صحيح. وهذا سيحرج المملكة، ولكن المملكة متيقظة لمثل هذه الصراعات طبعا. صحيح. طيب أستاذ سليمان. نعم. دكتور سليمان. نعم. إذا بتسمح لي، لأنه أيضا لكي لا نبتعد قليلا، القمة العربية ستطرح طبعا موضوع سوريا سيكون موضوع أساسي، موضوع المصالحة في السودان السعودية تعمل بشكل حثيث الآن وسيكون مطروحا. نعم. موضوع طبعا اليمن سيكون مطروحا، موضوع ليبيا، موضوع لبنان كما قلت منذ قليل، بالموضوع الفلسطيني ولو باختصار لو سمحت، لأنه بعد قليل سينضم إلينا ضيفنا من تركيا. بالنسبة للموضوع الفلسطيني، شفنا أنه التهب الوضع بغزة وإجرام إسرائيلي كبير دون أي خطوة كان من قبل غزة، هي التي اعتدت إسرائيل، ولحسن الحظ تدخلت مصر بلحظة معينة. طيب الآن في كلام أنه إعادة إطلاق مبادرة السلام العربية
التي أطلقت في بيروت، وكانت من أفكار الأمير عبد الله رحمه الله. وتقول السعودية نحن لسنا مستعجلين على التطبيع، هناك مبادرة السلام العربية نحن نرتكز إليها، منتظر إعادة إطلاق عملية مبادرة السلام العربية في القمة. نعم، في الواقع أنه جيك سوليفان طرح الصراع العربي الإسرائيلي وطرح المصالحة السعودية الإيرانية وعودة سوريا للجامعة كلها، والقضية السودانية والقضية اليمنية كلها طرح في اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان. وأنا أعتقد أن الإجابات السعودية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واضحة جدا، لأنه الموقف التقليدي السعودي لم يتغير، والقمة ملتزمة الحقيقة بموقف متقدم تجاه فلسطين فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي، وسيكون للقمة موقف واضح جدا مثل ما كان لقمة القدس في الظهران قبل عدة سنوات. القضية الفلسطينية على رأس الاهتمامات، والمملكة لم تبدي أي فتور في الحقيقة في دعم القضية الفلسطينية، واستقبلت الرئيس الفلسطيني. ولكن إعادة إطلاق مبادرة السلام العربية التابعة التي طرحت في بيروت، ممكن أن يعاد إطلاقه في قمة جدة؟ ما هي ليست المشكلة إعادة إطلاق المبادرة، المشكلة أنه أمامك اليوم حكومة إسرائيلية متطرفة يعني ليس لديها الاستعداد للبحث في أي مشروع سلام. صحيح صحيح. لذلك اليوم الجهود اليوم هي جهود رامية لحماية الشعب الفلسطيني. طيب. من هذه الاعتداءات المتكررة. طيب. وتخفيف التوترات، لأن المنطقة متجهة كلها الحقيقة. صح. لتعزيز. طيب. الأمن والاستقرار. أوكي. ومن الواجب، ولن يكتمل هذا الأمن والاستقرار إلا إذا شمل فلسطين وأهل فلسطين. صحيح. ويعني نحن كعرب نشجع مثل هذا الموقف، وإن شاء الله يستمر الموقف العربي عند هذه على الأقل هذا التوجه الجديد بعد كل الإجرام الإسرائيلي الحاصل. تفضل دكتور عنان. بس بشكل يعني سريع، في تصوري أن المبادرة العربية للسلام أصبحت من الماضي، يعني أصبحت عام 2002 ما حصل بعد 2002 من متغيرات، لا أتصور أن هذه المبادرة أصبحت اليوم قابلة من قبل إسرائيل. ما المتوقع إذا في عام 2002 قال شارون أنه لا تساوي الحبر الذي كتبت به. من 2002 اليوم مستوطنات أراضي احتلت وحروب نشبت، هذه المبادرة العربية للسلام إسرائيل لن تتلقفها ولن تقبل بها ولا ترضى حتى بإقامة دولة فلسطينية. هذا الموقف حسم من قبل نتنياهو عام 94 عندما وضع كتابه مكان تحت الشمس وقال لن نقبل بدولة فلسطينية في الضفة الغربية، ولن نقبل أن تكون الضفة الغربية بمثابة السدد بالنسبة لتشيكوسلوفاكيا. هذا أمر محسوم، إذن الصراع مستمر. طيب ما المتوقع برأيك؟ المتوقع ليس هناك من مبادرة عربية، إسرائيل لن تقبل بمبادرة إلا بشروطها، والشروط غير مقبول. لن تقبل بدولة فلسطينية، ستستمر بزرع المستوطنات، ستستمر بمصادرة الأراضي، بالاعتداءات المتواصلة. إذن ما الذي يبقى أمام الشعب الفلسطيني؟ لن يبقى إلا المقاومة. طيب على كل حال، يعني بالنهاية الشعب الفلسطيني أثبت كان وهو اليوم وسيبقى رافضاً لآخر نظام عنصري في العالم، ويثبت جيلاً بعد جيل أنه لن يخضع ولن يركع مهما حصل، حتى لو كل الخارج ما دعمه هو لوحده يقوم بما يجب أن يقوم به. فقط إشارة سريعة أيضاً قبل أن أخذ ضيفنا من تركيا وندخل إلى الانتخابات، العلاقات الروسية السعودية أيضاً، نحن عرفنا أنه بين السعودية وبين الصين صار في تبادل تجاري تخطى 100 مليار دولار سنوياً، وهذا رقم كبير. السعودية وإيران اتفقتا في قلب بكين في تحول جدي باتجاه موازنة السياسة الخارجية بين الشرق والغرب. منلاحظ أنه بالعلاقات الروسية السعودية أيضاً عام 2015 لقاء ولي العهد محمد بن سلمان مع الرئيس فلاديمير بوتين على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، كان اللقاء بمثابة نقطة تحول في علاقات البلدين. تم توقيع اتفاقيات كثيرة شملت الطاقة النووية
خاصة بعد إعلان السعودية نيتها بناء 16 مفاعل نووي للأغراض السلمية ومصادر الطاقة والمياه، تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء، اتفاقيات تعاون في مجال الإسكان والطاقة والفرص الاستثمارية. بالعام 2017 افتتح الملك سلمان أولى زيارات ملوك السعودية إلى روسيا، تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الطرفين، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية. بالعام 2021 وقعت السعودية مع روسيا اتفاقاً عسكرياً، بالرغم من أن الرياض تعتمد على السلاح الأمريكي بنسبة 80% من مشترياتها، وتمثل لوحدها نحو 24% من صادرات السلاح الأمريكية. تعاون نفطي كان لافتاً وكبيراً جداً بين موسكو والرياض، أدى إلى إقامة ما يعرف بمنظمة أوبيك بلاس، وخفض إنتاج النفط رغم الاعتراض الأمريكي. بعد قضية الصحافي جمال خاشقجي قاطعت كل الدول الغربية الأمير محمد تقريباً، بينما صافحه الرئيس بوتين بحرارة في قمة العشرين في الأرجنتين. سيد ماتوزوف ستكون معنا أيضاً في الملف التركي بعد لحظات، ولكن دعني أسألك بشكل سريع، هل تشعرون بأن السعودية صارت أكثر تقدماً باتجاه الشرق، وأنه نحن أمام تغيير المعادلة جدياً في منطقة الخليج بين الشرق والغرب؟ أنا أعتبر أنه ليست فقط إلى الشرق والغرب، أما إلى الشمال كذلك نحو روسيا. صح. نحن نتابع الآن تطوير ملحوظ علاقات روسيا مع كل الدول العربية. هذا الآن من مميزات الوقت الحاضر، أن علاقات روسيا مع مملكة السعودية دخلت المرحلة الجديدة، ولذلك في روسيا يبدو اهتماما بارزا لأهمية لهذه العلاقات مع مملكة. وطبعا الآن هناك أفق جيدة. أوكي، ممتاز. طيب اللحظات، ونعود إليكم أعزائي المشاهدين مع الملف التركي، وهذا ملف مهم جدا ما حصل في تركيا أمس، كبير الأهمية لنعرف ما الذي سيحصل في الأسبوعين المقبلين وكيف سيكون انعكاس ذلك خصوصا على العلاقات التركية السورية. لحظات ونعود إليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين لمواصلة هذه الحلقة من برنامج الرئيس عبر قناة الجديد. تحدثنا في هذه الحلقة عن القمة العربية في جدة، ما هو المتوقع أن يحصل فيها، وأكد ضيفنا من السعودية أنه الرئيس السوري بشار الأسد سيحضر القمة. ضيفنا من مصر قال أنه سيلقي كلمة ويشكر فيها الدول التي وقفت إلى جانبها، وأيضا معلومات مهمة حول الدور الذي لعبه الملك الأردني لتسهيل الانفتاح العربي على سوريا بلقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. طيب الآن سننتقل إلى الموضوع التركي. يسعدني أن أرحب بضيفنا من تركيا الدكتور يوسف أوغلو، وهو خبير سياسي واقتصادي، سيرته كبيرة وغنية، ولكن سنكتفي بهذا التوصيف. مساء الخير دكتور يوسف، وأهلا وسهلا بك في البرنامج. مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. فلندخل مباشرة بالموضوع. شهدنا انتخابات في الواقع مميزة، ديمقراطية، شفافة، نسبة مشاركة عالية. هذا يحسب لتركيا إن كان نسبة للسلطة، للشعب، للمعارضة. برافو عليكم. لكن هل حسم الأمر لرجب طيب أردوغان في الدورة الثانية؟ هل سيكون الرئيس وفق ما يقول هو وما تشير بعض الاستطلاعات، أم لا تزال الأمور خطرة عليه؟ بكل تأكيد كان هناك عرساً انتخابياً ديمقراطياً قبل يومين، قبل يوم أمس، وبالتالي لم يحسم الأمر منذ الجولة الأولى بفارق بسيط جداً عن العتبة الانتخابية الرئاسية، وأقل من نصف في المائة كانت تلزم للرئيس لكي يصبح الرئيس الثالث عشر إلى تركيا. ولكن هناك احترام لقوانين الديمقراطية، وبالتالي الأمور ذهبت إلى الجولة الثانية التي ستقام بعد 11 يوماً بالتحديد في 28 من هذا الشهر. من المتوقع أن يكون هنالك منافسة قوية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه
كمال كلتشدار أولو، ولكن بالأرقام وإذا ما أردنا أن نحلل الأمور نجد بأن العدد الناخبين من الشعب التركي تقريبا حسب المعطيات في المرحلة الأولى هي تقترب ب 56 مليون ناخب، إذا ما استثنينا المليون وكسور التي تم الاعتراض عليها، وكانت نسبة المشاركة عالية جدا تقترب من 89% من أصل 61 مليون ناخب داخل تركيا و 30 مليون ناخب خارج تركيا. وبالتالي وفق حسبة بسيطة طبعا نقول بأن ما يلزم للفوز في الجولة الثانية نصف الرقم، نصف عدد الناخبين الأتراك، وإذا ما كان المتوقع أن تكون نفس المشاركة 89% أو 90% من أصل 64 مليون، معناها نحن نتوقع أن يكون هناك مشاركة ب 58 أو 57 مليون مشارك أو ناخب تركي. طيب. وفي تلك المرحلة أتوقع الحد الأدنى هو نصف هذا الرقم، 37 مليون ونصف هو الذي يلزم لأحد المرشحين لأن يصبح رئيس تركيا. إذا ما وضعنا هذه القاعدة نجد بأن الرئيس أردوغان هو الأقرب حظا وهو الأعلى في عدد الأصوات التي حصل عليها في الجولة الأولى، 37 مليون و 188 ألف صوت، يعني يفصله عن الحد اللازم للفوز برئاسة تركيا 300 ألف صوت، بينما غريمه وخصمه كمال كلتشدارأولو حصل على 24.5 مليون، يعني هو بحاجة إلى 3 ملايين صوت لكي يستطيع أن يفوز، إذن إذن أفهم منك كما فهمت من الكثير من التحليلات التي قرأناها عن تركيا أنه بالنهاية الرئيس أردوغان أقرب إلى الفوز في الدورة الثانية عمليا. بكل تأكيد الرئيس أردوغان أقرب بتسع أضعاف المنافس كمال كلتشدارأولو. طيب. بالتالي نستطيع أن نقول بأن ربما تحسم الأمور بشكل سريع جدا نظرا للفارق الكبير. كمال كلتشدارأولو يحتاج إلى 10 أضعاف ما يحتاجه الرئيس أردوغان، ولكن هذه الديمقراطية وهذه الانتخابات. طيب إذا سينان أوغان مرشح حزب الأجداد أعطى أصواته لمرشح المعارضة، هل يقلب الموازنة أم لا؟ 5% تقريبا حصل عليها وأكثر بقليل. نظريا نعم، فعليا لا. نظريا نعم هذا على الورق ممكن، ولكن هذه نظرية لا أتوقع أن تجد طريقها إلى التطبيق نظرا لاختلاف الأيديولوجية بين سينان أوغان وبين كمال كلتشدارأولو. سينان أوغان يشترط شرطا أساسيا للتعاون مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أو رئيس أو المرشح عن الطاولة المستديرة السداسية، يقول يجب على كمال كلتشدارأولو أن يعني يعلن بشكل رسمي تخليه عن دعمه للأحزاب الانفصالية الكردية وتحديدا حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وهذا أمر أتوقع أنه أشبه بالمستحيل، لأن هذا الحزب حزب الشعوب الديمقراطية وتأييد هذا مؤيدي هذا الحزب هم أكثر من 10%، وبالتالي لا أتوقع أن يخاطر، وليس من الذكاء والحصافة أن يخاطر كمال كلتشدارأولو ب10% من أجل أن يكسر 5% العائدة لسينان أوغان. هذا أولا. ثانيا الأيديولوجية لسينان أوغان هي أيديولوجية قومية، صحيح، والأيديولوجية القومية لسينان أوغان تكاد تكون أقرب إلى الرئيس أردوغان منه إلى كمال كلتشدارأولو. ثالثا هنالك تواصل من كلا الطرفين مع سينان أوغان، وسينان أوغان قبل اللقاء مع الرئيس أردوغان وفق تصريحات إبراهيم كلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بينما لم يتم تأكيد أي موعد بين سينان أوغان وبين كمال كلتشدارأولو. طيب أكيد كلتشدارأولو أو كمال كلتشدارأولو في كلام كثير حول دوره، البعض يقول أنه من 12 عام لم يربح أي انتخابات رئاسية، وأنه لو كان غيره على رأس المعارضة ربما كان حسن الوضع أكثر. أيضا في كلام عن أنه رفع بلحظة معينة صفته العلوية إذا صح التعبير، أنه تحالف مع الكرد، أنه كل هذا ربما خفف من حظوظه.
قبل أن أسألك اسمح لي فقط أن نشاهد وصحح المعلومات إذا كان فيها خطأ لو سمحت لنا، من هم العلويون في سوريا عمليا الذين منهم جاء كليتشتار أوغلو، مع الإشارة أنه بتركيا ما في حسابات لا عرقية ولا طائفية ولا تحسب ولا تحصى عمليا، خلينا نشوفهم ونعود إليك لو سمحت. أبنائي الأعزاء الذين سيصوتون للمرة الأولى، أنا علوي نشأ على إيمان الحق ومحمد وعلي. لا يوجد تعداد دقيق لعدد العلويين في تركيا، ذلك أن التعداد الرسمي استناداً إلى الدين أو العرق ممنوع، ولذلك فالفروقات كبيرة بين الأرقام التي تتراوح بين 10 و 25 مليوناً، بينما أرقام أخرى تتحدث عن عدد أقل من ذلك. ينحدر العلويون في تركيا من أصول عرقية مختلفة، أبرزها وأكبرها الأكراد، لذلك فإن 30% من أكراد تركيا علويون إلى جانب أعداد من العرب. ينقسم علويو تركيا بشكل عام إلى مجموعتين، تعيش الأولى في جنوب غرب البلاد بالقرب من الحدود السورية وخصوصاً في لواء اسكندرون، وهم امتداد للعلويين الموجودين في سوريا. أما المجموعة الثانية فتعرف بعلويي الأناضول، حيث يتوزع هؤلاء بين الأتراك والكرد ويتواجدون في محافظات بنغول، تونجلي، إرزنجان، سيفاس، بوزغات، إلازيغ، ملاطيا، قهرمان مرعش، قيصري وتشورم. إلى جانب هؤلاء يوجد علويون من أعراق أخرى في بعض المحافظات التركية، لكن أعدادهم محدودة. ينحاز العلويون الأتراك في أي صراع بين الأحزاب اليسارية واليمينية إلى معسكر اليسار، نسبة كبيرة منهم تؤيد حزب الشعب الجمهوري CHP الذي أسسه أتاتورك لضمان العلمانية التي حمت وضعهم بوصفهم أقلية، كما يؤيد البعض منهم حزب الشعوب الديمقراطية HDP. شكرا جزيلا دكتور أوغلو. هل يوسف أوغلو، هل العامل العلوي لعب دورا ضد كليتشدار أوغلو؟ بكل تأكيد الكثير من العوامل أثرت بشكل سلبي على كمال كسرولو، ومن ضمن هذه العوامل السلبية لأول مرة الإيماءات والإيحاءات والإيضاحات والإعلان بأنه علوي، وهذه لم تخدمه قطعيا لأن المجتمع التركي لا يعرف الطائفية. الانتخابات في تركيا منذ 100 عام، ولكن هذه أول مرة يتجرأ مرشح من رئيس أحد أحزاب ومن أهم الأحزاب في تركيا، بل هو حزب المعارضة الرئيسي، أن يتكلم بهذه الصيغة الطائفية، وأتوقع أنها أخسرته الكثير، لأن هنالك من كان يدعم حزب الشعب الجمهوري وهو ليس علوي، بالعكس هو العلمانيون لا يعترفون لا بعلوي ولا بسني، يعني القضية بالنسبة لهم هي قضية سطحية وتحصيل حاصل. العلماني هو يريد أن لا يتم إقحام الدين في السياسة، لا من قريب ولا من بعيد، بغض النظر عن ما هي المذهبية، وبالتالي أتوقع أنه أخطأ خطأ قاتلا باستخدام هذه الورقة، وربما الذي نصحه بهذه الورقة يعني لم يوفق وكان له تبعات سلبية أكثر من إيجابياتها. أوكي، دعني أسأل ضيفنا في السعودية الدكتور سليمان. الجريدة لوكوريه انترناسيونال التي تجمع ما تقوله الصحف العالمية قالت التالي عن الدعم الخليجي للرئيس رجب طيب أردوغان، وهذا كان لافت، تقول عربيا ثم الدول غنية دعمت أردوغان، المملكة العربية السعودية مثلا أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي لتحقيق الاستقرار في عملة البلاد. في 6 آذار مارس الماضي، في اليوم الذي أعلنت المعارضة التركية رسميا مرشحها، وهذا يكفي لإثارة بعض الدهشة، وفق ما تقول صحيفة الجارديان البريطانية، السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان متأكدة فعلا من فوز أردوغان على كمال كليتشدار أوغلو. أيضا الإمارات العربية وقعت اتفاقية تجارية بقيمة 40 مليار دولار لمدة 5 سنوات مع تركيا في 3 آذار مارس الماضي، لذلك فإن نتيجة التصويت حاسمة للجغرافيا السياسية. هل الخليج يفضل نجاح الرئيس أردوغان الدكتور سليمان؟ لا، نعتقد أنه الخليج لم يكن على علاقة مريحة مع أردوغان، وعهد أردوغان اتسم بعلاقات شائكة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج باستثناء قطر، وأنا في تقديري هذا الكلام التحليل الجريدة غير دقيق وغير واقعي،
ودائما دول الخليج تنحو باستثناء قطر نحو الأحزاب غير الإسلامية واللي ما توظف الإسلام السياسي. ولذا أنا يعني أعتقد أنه الدعم السعودي للبنك المركزي التركي ودعم للدولة التركية وللشعب التركي وليس دعم لشخص أو لحزب، بغض النظر عن في مصالحة سعودية تركية تمت خلال العام. طيب ايضا في الموضوع الروسي دخل على الخط، يعني المعارض كليتشتار اوغلو اتهم روسيا بالتدخل. الرئيس رجب طيب اردوغان الليله يقول في حوار تلفزيوني: لا انوي تحدي روسيا، لن اقطع العلاقات معها. سنسال عن روسيا وتركيا بعد لحظات، ولكن ما يهم ايضا هو مستقبل العلاقات التركيه السوريه. معروف انه عقد لقاءات بين وزيري الدفاع السوري والتركي في موسكو، ثم عقدت لقاءات على مستوى وزيري الخارجية، وكأنه سوريا أرادت أيضا أن تعطي ورقة ربما رابحة للرئيس رجب طيب أردوغان رغم كل الخلاف قبل هذه الانتخابات، رغم أنه المعارضة تقول أنه لو نجحنا سنطوي الصفحة. لكن دعونا نرى مع ريما حمدان ما هو واقع القوات التركية على الأراضي السورية. ريما بشكل سريع لو تعرض لنا ذلك لو سمحتي. مساء الخير سامي لك ولضيوفك. يعني طبعا العام 2016 كان عاما مفصليا والبداية رسمية لتأزم العلاقات السورية التركية. آنذاك سمحت موسكو لأنقرة بالدخول إلى الميدان السوري وتثبيت نقاط على طول الحدود السورية التركية. هذه النقاط كانت للمراقبة ضد داعش وأيضا لمراقبة المناطق الحدودية. وسع الجيش التركي توغله صوب عفرين واستهدف أيضا قوات سوريا الديمقراطية الكردية، فكانت معركة غصن الزيتون التي وصلت إلى ريف حلب الشمالي كجندريس وراجو وغيرهما من المناطق في المحيطة بعفرين. لاحقا تمددت هذه القوات في الجزيرة السورية مستخدمة استراتيجية الأرض المحروقة، فاحتلت القوات التركية أجزاء من القامشلي وأيضا هنا رأس العين، عين عيسى، تل أبيض، وهي مناطق واقعة في الجزيرة السورية وريف حلب وأيضا الحسكة. حاليا سامي تركيا وفق مركز جسور للدراسات هي منتشرة حول في 128 نقطة عسكرية في مختلف المحافظات كالحسكة والرقة وإدلب وحماة وجزء من ريف اللاذقية. الأكراد من جانبهم هم ألد الأعداء لتركيا وهم أيضا بنفس الوقت حلفاء واشنطن، يسيطرون على ثلث مساحة سوريا في مناطق وصفت بأنها السلة الغذائية السورية وتضم 80% من النفط السوري. هذه هي الحقول الأبرز كما نرى على الشاشة: الرميلان، الهول، الشدادة، العمر في دير الزور، وهذه الحقول هي تحتوي على 80% من النفط السوري. أيضا يمكن القول اليوم موسكو رعت اجتماعات وزراء الدفاع ثم الخارجية السورية والتركية، وأبرز مطالب دمشق سحب القوات التركية المحتلة من الأراضي السورية مقابل مطلب أنقرة من دمشق وقف دعم حزب العمال الكردستاني وقصد. الجانبان متفقان ضمنيا على منع أي استقلال ذاتي للكرد، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام وقلق بالنسبة لكرد سوريا بعد اتفاق دمشق مع رجب طيب أردوغان، أو بعد إعلان الدائم للمعارضة التركية بطي الصفحة مع سوريا في حال فازت بالدورة الثانية للانتخابات بعد أقل من أسبوعين. شكرا ريما. دكتور يوسف من تركيا، هل ماذا ننتظر بالنسبة لسوريا؟ هل يمكن أن نقول أنه يعني بدأت تطوى صفحة الخلاف؟ ننتظر لقاء بين الرئيسين إذا فاز الرئيس أردوغان بين الرئيسين التركي والسوري في المرحلة المقبلة في مناخات الانفراج في المنطقة؟ هل ننتظر بداية انسحاب القوات السورية التركية من الأراضي السورية؟ يا سيدي يجب أن نقول أن الملف السوري هو من الملفات الشائكة والتي هي أيضا يعني تحتل الأهمية والأولوية في السياسة الخارجية التركية مع دول الجوار. رأينا في الأونة الأخيرة أن تم هناك استدارة
مع دول الجوار، خصوصا مع دول الخليج، السعودية، الإمارات، مع مصر. وأيضا أصبح هنالك تفاهمات من أجل طي صفحات الخلاف وفتح قنوات حوار لإيجاد حلول وترتيب الأولويات، وربما أيضا خارطة الطريق للعودة إلى إزالة الملفات الشائكة بين الدولتين. ولكن هذه مبنية على خارطة طريق مشتركة، وأن هنالك مطالب مشتركة، وهذا ما أسفرت عنه الاجتماعات الأخيرة، سواء على مستوى وزراء الدفاع في شهر ديسمبر كانون أول من العام الفائت، أو حتى على مستوى وزراء الخارجية قبل عدة أيام الأسبوع الفائت. النتيجة هنا هو، وهذا المهم، أن ترتيب أولويات تركيا غير ترتيب أولويات النظام في سوريا. النظام في سوريا هو يطلب انسحاب القوات التركية من الشمال السوري، ولكن هذا حق يراد به باطل. يعني تركيا لماذا موجودة في الشمال السوري؟ موجودة تركيا في الشمال السوري لقضيتين أساسيتين بالنسبة إلى وجهة النظر التركية ووزارة الخارجية التركية. واحد، لانعدام السيادة الحقيقية على الحدود المشتركة الموجودة المشتركة بريا بين تركيا وسوريا، جنوب تركيا وشمال سوريا 911 كيلومتر، النظام السوري فاقد السيادة عليها. هنالك مجموعات تعتبر تركيا أنها إرهابية، PYD، YPG، PKK، قسد، داعش وغيرها، وتهدد الأمن القومي التركي الذي يعتبر أولوية قصوى بالنسبة إلى تركيا. وثانيا، هنالك دول تدعي الميليشيات والجماعات، هنالك دول تسلح هذه الميليشيات والجماعات، وعلى رأسها أمريكا. أمريكا تعترف أرض 82,000 شاحنة جاءت دخلت من العراق وسلحت PYD والYPG بحجة محاربة داعش، وترامب قال نحن قضينا على داعش وطوينا صفحة داعش. والهدف الرئيسي لوجود أمريكا في الشمال السوري هو السيطرة على منابع النفط، وذكرتم في تقريركم مشكورين بأن السلة الغذائية والنفط السوري هو تحت سيطرة أمريكا والأكراد الذين هم دكتور يوسف، دكتور يوسف، الذي عرضته حضرتك وهذا مهم جدا ومفيد جدا، عرض عدة مرات، ولكن بالنهاية القوات التركية قوات احتلال عمليا، والآن إذا اتفق الجانبان وتأمن الوضع عند الحدود بين الجانبين، مفترض أن القوات التركية تنسحب من تلك المنطقة ويحصل اتفاق تركي سوري بشأن المناطق التي تسيطر عليها قسد بدعم أمريكي والتي تسيطر على مصادر الثروة. لذلك سألتك، ولكن اسمح لي فقط أن نسمع تعليق معالي وزير الخارجية اللبناني السابق دكتور عدنان. أي رئيس تركي قادم، أكان كمال أوغلو أو كان رئيس أردوغان، عليهم أن يعيد حساباتهما فيما يتعلق بسوريا. الخطيئة وخطأ ارتكبتها تركيا بدخولها إلى سوريا، كان هناك تصفير مشاكل من عام 1999، من عام 1999 حتى عام 2011 أثناء اندلاع الأحداث في سوريا. الحالة هادئة جدا والعلاقات متينة جدا ما بين تركيا وسوريا، الميزان التجاري كان لصالح تركيا، أبواب سوريا مفتوحة كانت للأتراك، ولكن ولم يكن هناك أي عمل عسكري يسجل، على اعتبار كانت الدولة السورية تراقب الحدود جيدا. متى اندلعت العمليات العسكرية؟ أثناء الأحداث، الحزب العمال الكردستاني توسع في عمليات العسكرية. إذن اليوم الخطأ ليس خطأ سوريا. عندما تتوقف تركيا تنسحب، بكل تأكيد سوريا ستراقب حدودها، ستنسق مع تركيا لمراقبة الحدود. ولكن أن نقول أن نحتل أراضي سورية ونقول أنه بسبب حزب العمال الكردستاني، لا أتصور أن هذا. طيب، يعني على كل حال اللي عم تتفضل فيه معالي الوزير، يعني كان واضح بكتاب العمق الاستراتيجي لتأليف وزير الخارجية السابق رئيس حزب العدالة السابق، وكان حليف للرئيس أردوغان، ثم اختلف أحمد داود أوغلو، العمق الاستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب لأنه فيه قراءة شاملة ومهمة وعميقة للفكرة التركية بالنسبة للمنطقة. يقول مثلا السيد أوغلو إن منطقة الشرق الأوسط تعد ثاني مناطق الالتقاء المهمة بالنسبة إلى تركيا باعتبارها الحزام الأدنى لمحاور القوقاز، الشرق الأوسط، البلقان، وإن شرق أوسط جديدا يولد في المنطقة، وفكر هذا الشرق الجديد سترسمه تركيا التي ستقوده إلى التغيير،
وفقا لما يريده الأتراك لتركيا نفسها، وستكون الناطقة باسمها. إن حزب العدالة والتنمية يحلم بإنشاء شرق أوسط قائم على السلام والأخوة بعيد عن الطائفية والعرقية والوصاية. وكما نجح في تغيير تركيا خلال 10 سنوات، فإن الحزب سينجح أيضا في تغيير الشرق الأوسط، لأن تركيا باتت قوة تغيير في المنطقة ومركزا لصناعة القرار. كمان الرئيس أردوغان كان قال ببداية الحرب لا يمكن بناء الحكم على الدم، بيحكي عن سوريا، لأن من يبنون حكمهم على الدم سيذهبون بالدم، ونحن الآن نتحرك بصبر وحذر. ثم قال ب 2012 أنه ذاهب مع رفاقه لتلاوة الفاتحة فوق قبر صلاح الدين الأيوبي، ثم الصلاة في بحات جامع بني أمية الكبير، وزيارة تربة الصحابي بلال الحبشي والإمام ابن عربي والكلية السليمانية ومحطة الحجاز. طيب، هذا كله تغير بنهاية الأمر، كنا في واقع حرب، الآن في واقع تفاهم. لذلك كنا نسأل هل سيحصل انسحاب؟ على كل حال، بدأت الاجتماعات كما قلنا ولا ندري إلى أين ستصل. دعونا نذهب إلى روسيا مرة جديدة مع سيد ماتوزوف. سيد ماتوزوف، واضح أنه المعارضة اتهمت روسيا بالتدخل، البعض اتهم المعارضة بالاقتراب من أمريكا، الآن أردوغان يقول أنا لن أقطع العلاقات مع روسيا. أنتم أكثر ميلا لنجاح أردوغان من نهاية الأمر، هل تساعدونه؟ لا تقول لي لن نتدخل. روسيا لا تتدخل، ونحن نصدق، ونحن نصدق موقف روسي في تركيا، انتخابات تركيا بنفس المبدأ أنطال. لأن روسيا تعتبر أن خيار ترجع على شعب الأوروبي، ينتصر شلك دار أوغلو، يعني روسيا تتعامل معه في أساس هذا الثقة. روسيا في تثبيت علاقات ثنائية بين دولتين هي المصالح، مصالح اقتصادية مشتركة. لأن ولكن أردوغان، ولكن أردوغان، اسمح لي سيد ماتوزوف، أردوغان أقرب إليكم، يعني عمليا حليفكم هو، يعني شوف هذا أنا لا أوافق على رأي هذا منتشر كثيرا طبعا. كان أردوغان عنده موقف خصوصي مثلا مع قرم بخصوص أوكرانيا. أردوغان الذي يزود جيش أوكرايني بطائرات مسيرة بايراكتار ويطلب من روسيا انسحاب من قرم، ويطرح الموضوع يعني صلاحيات دول أخرى بما فيها أوكرانيا روسيا وتركيا على سيطرة على قرم. لذلك هناك كذلك لا ننسى أن لديه أردوغان الفكرة الإيديولوجية إقليمية كبرى، وهي توران، مشروع توران الذي هو الآن يعتبر أن علاقاته تركيا مع دول آسيا مركزية، وتشمل هذا الفكرة حتى بعض المناطق الروسية، يكوتيا في شمال الشرق روسيا الفيدرالية. ولذلك لدي أردوغان لا يوجد علاقات عاطفية، علاقات المصلحة. ولذلك بكل الخلافات وبكل الفوارق في مجال اقتصادي سياسي وحتى دبلوماسي، يعني هناك ثقة أنه مصالح اقتصادية، مصالح اقتصادية طبعا يفرض على أي رئيس تركي أن يكونوا علاقات طيبة مع روسيا. صحيح. طيب السيد ماتوزوف، دعني في ختام هذه الحلقة وأنا أشكرك وأشكر ضيوفي من تركيا، من مصر، من السعودية، أن أكرر السؤال عليك الذي بدأنا به هذه الحلقة: هل روسيا تحاول أن تتوسط بين سوريا وبعض الأطراف اللبنانية للتقريب بوجهة النظر؟ تركيا تحاول أن تتوسط، روسيا 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 وروسيا لا تحتاج بالوساطة، ولا وساطة تركية ولا الوساطة العربية ولا وساطة الفرنسية أو الصينية حتى. لماذا؟ لأن هناك حرب الحقيقية مع الغرب. أي تنازلات روسية أمام الغرب بما فيها بعض الاقتراحات الصينية مقترحة على روسيا لغير مقبولة روسياً
لأنه ولكن ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يعني تقريبا سيد ماتوزوف، سيد ماتوزوف انتهى الوقت، اسمح لي، ولكن ماذا تفعل روسيا الآن بالنسبة للبنان وسوريا؟ هل من دور تحاول أن تقرب الطرفين بعد عودة العرب إلى سوريا؟ هل تم الدور تلعبه روسيا الآن؟ لأنه امبارح روسيا تبذل كل الجهود لتطبيع علاقات بين التقليدية بين سوريا ولبنان. لأنه نحن خلال السبعينات الثمانينات كنا في علاقة طيبة مع القوة التقليدية اللبنانية، وعلاقاتنا مثلا مع رئيسها وليد جوبلات ذلك الحين معروفة جيدا، وأنا 20 سنة كنت مسؤول شخصيا على إقامة علاقات طيبة مع وليد بيك، وأنا أتصور أنه يمكن روسيا بعلاقاتها خاصة مع سوريا يمكن أن يضمن روسيا تضمن تطبيع علاقات بين قوة اللبنانية وبين لبنان وسوريا طبعا مع يمكن أن تضمن العلاقات بين سوريا وبين وليد جنبلاط، هذا قصدك؟ أكيد 100%. أوكي، طيب شكرا لك معالي الوزير. نختم بما تفضلت به في آخر مقال لك، وعملت هجوم كاسح على الذين اتهموك في سابقا أنك كنت ناطق رسمي باسم النظام السوري، أنك طلبت بإعادة سوريا، وكتبت في مقالك الأخير: الأحقر من كل هؤلاء جميعا وبصفة خاصة اثنان، الكريه الأول قال إن ليس لدينا وزير خارجية بل عميل سوري، والكريه الثاني الحافل سجله بالخيانة مع بصمة إسرائيلية، والذي قال لا يمكن أن يرى فيما حصل إلا وزير خارجية إيران. مين الكريه الأول والكريه الثاني؟ هم يعرفون أنفسهم، ما بدأ يشهر فيهم، وأنا ذكرتهم بكتابي يعني بالتفصيل. ذكرت بكتابك أحمد فتفت وفؤاد السنيورة، هل تعنيهم؟ يعني اثنين من المجموع اللي شملتهم، مش حدد يعني أنا، بس هم بيعرفوا نفسهم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين لمواصلة ومتابعة هذه الحلقة، ونعيدكم أيضا بحلقة أكثر غنا، رغم أن هذه الحلقة كان فيها كثير من المعلومات، أكثر غنا يوم الجمعة في ختام اجتماع جامعة الدول العربية. أشكر ضيوفي الكرام الذين تفضلوا بالمشاركة معنا في هذه الحلقة، أذكر بهم: معالي وزير الخارجية اللبناني السابق دكتور عدنان منصور، وهذا كتابه أذكر به الجامعة العربية وسوريا دور باطل ومال قاتل، الدبلوماسي والكاتب الروسي فيتشلاف ماتوزوف، الدكتور سليمان العقيلي الكاتب السعودي، أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام، ومن تركيا يوسف أوغلو خبير سياسي واقتصادي. شكرا لكم وإلى اللقاء.